بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داويا شاقي مها يقايها لنغداوانيا تلفشن كاوين كالسن تي في وحاد الله نهاي. السلام عليكم ورحمة الله. النغو إذن كالسلامين اشتدي سوين أقل كاكران هاس قلبات كامغارة لندن عاوى bisha febraayo ay tahay 4 sanadka 2017ka habeen sabti ahna waxaan halkan idin kaga soo tabinaynaa barnaamij gaar ah oo ciwaankiisa aan ka dhignay maanta iyo marxaladda Soomaaliya. Barnaamijka waxaa lagu qaadaa digi doonaa qodobada ay ka mid yihiin nidaamka federaaliga ee Soomaaliya, dimuqraadiyadda iyo ku dhaqankeeda, ku dhaqanka sharciga iyo nidaam ilaalinta guud iyo qabyaaladda iyo musuqmaasuqa iyo ugu dambeyntii wadciga xaadirka ah iyo mustaqbalka waddankeenii Soomaaliya. Barnaamijka waxaa sharaf ay noo noqotay in aan fursad u helno inaan ku casino dad iyagu miisaan ku leh bulshooyinka Soomaalida, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaana dadkaasi ka mida dhanka bidixiga fadhiya Salaad Osman Roble. Salaad Osman Roble waa aqoonyahan dhinaca sharciga, waa nin wax ka soo qabtay dowladdii Soomaaliya ilaa iyo haddana lugta kula jira arrimaha horumarinta iyo waxqabadka ummadda Soomaalida. Waxaa dhinac fadhiya dhankiga bidix oo ah qofka aad intiina badan reer London aqoonaysaan, Cabdi Cumar Cali. Cabdi Cumar Cali waxa uu ka mid yahay kawaadirta jaaliyadda Soomaalida ee wax badan ku dadaalay in ummadda wax u qabtaan si toosa iyo si aan markaasi dadku ayna u jeedin wax weyna taray ummadda. Cabdi waa aqoonyahan, waxaana sharaf u yeelanay barnaamijka inuu noo yimaado. Waxaa igu xiga oo dhanka midigayga fadhiya nin la yiraahdo Cabdulkariim Caabi oo asna ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo intiina badan khaasatan baahweynta Kalsan TV ay garanayaan. Waxaa dhanka shishe midigtayda fadhiya ruuxu qaali ah oo la yiraahdo Xasan Cabdi Xayle. Xasan waxa uu yahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalka intii una burburin dagaalkii sokeeyay iyo kadibba kaalimo waaweyn ka soo qaatay, waana khabiir arrimaha bariga dhexe iyo Soomaaliya oo meediyaha weliba international meediyaha caan ka ah. Walaalayaal, waxaan rajaynaynaa
إنها أون تارجت كدجنين أما برتلمامت كدجنين روح قبيل إي كوحتونا إن أن كهدرنا وضعها سي نظيفة سي أمدنا أن ستسمو حالدا إيو ما شاء أن كهلي كرنا حالك إلهي أيا نوافجن أون كره سؤال شاوه ريسا وحنو صدن بيجيا أن ولكن حسن عبد حيلة سؤال شنا وحي كساب سنتهي نظامك فدراليا نظامك فدراليا الدولة دا الصومالية أي قادتي أي أهمد بضني أي ولي قبان إنو يهي نظام آنان كوها بونين إن لغهر جليو أما لغو بقود تتكينا سيدا أن كور قبنا نظامك فدراليا أي معنيه سو يهي عدالت إيا السنان كدسي كدسان إن وحمي وداغو حكم فرفران لأبورو وكده سن قبلها إيا الدقموين كبالك وحق النظام كان يكس ليسان يهي إن قبل والباي سابو إسمامولو سي أودو أي نقطو مت شعبكا قعانتا وجرتا دولادة دحانا أي نقطو مت إيا الكور كماموشا أرمها قبلها إيا الدقموين كبالك مالكا نظام كان يؤسيدنا وحن ويدينينا ولكن حسن عبد حيلة قاب دولادات كمي مي هاي مد امدى صومالي دا او شاقين كرا كسا دواغلا بسم الله الرحمن الرحيم اني الى ما نظام صومالي برشيه صومالي مرحن كوهبون وحا صومالي دا مثلا اما ايضا دورتو اما حلوية تريني دوانك فيرا رقاتو أيضا إذا أيه بقال كيسوكي الصومالي يو حدنك أما بقال لي كدحي قبائل كصومالي يا خلافات كي كدحي قف كصومالي أدور النظام كصومالي قف دونها هذا وحكمية معنى قياسي حردس أيضا لكن نقصا فيرين صومالية برشقهان وحيالها فرح بضن أي كم بداية سنتهي وأن مرنبا معناها كبيرين بد سبو ماذا نظام فدرالي أو دولة ديت نظام كفدرالي كاسيا نقصونا وحال لغا بح أبورا أما أو كبح شقية برشوي سيادة كرب سيادة كربان كو يعني كو كربون إسلام كاسنا الجغرافي هم ما نقول الدجن بمرحلة إنت صار سوق هذا لكن عالم كفدرالك دولها فدرالك هم كات في ستبين بس أبدي لك الرهيب جرملك أنت كلا وحوا بيون كلا دول أو لقرا كلا دول أو كجا كلا دول إسر أهان أن أهيد دي أنا وداعين أما وحي كتر أهان كلا دحي أنا لك وحاجة مك وحاجة بيس بكاس فذاك قادم ليه لو أبوري كرو إني هل نظام أو دولوغيد سوبي مادان أيو عد كستنا إمامنا نيسو دميه رجاركا يدوانك رجاركا يحرر رجاركا سوما هذا حسكو قصير سيستم مامو قبلات أو أد حرمر سن إيو نظام فدرال نظام فدرال أدوية دولوغيد راكو رقنا سوغار واحد قاعد عن شيء كمدي هنا مثلا كمدا لكن بيقولوا ادونك بنكوي لما كل في شب قولك بسيده انت كبرن ودوري سنترال دوري سنترال كا تكون يكون مسيحنا اللي هو كو فدرال كا ان بدل مثلا يكون مسيحنا هذا انت صار سوق بيقول مسيحين اود يي مامل كا ان غرلده دن لو قيبي او غبل با اسا اسمامله لكن دولتي دحي دولتي دحتها سومالي وكورقتنا بيس فدرال عملها حدوسن قبيالد اهين وكسو العلمية ويو حركة من رحدك قلبية ويانك فيك وحلو فسرية صومالية إلو قبيال ديها قبيال دوا هدوسوا قبيالا إهم مانتا حالب صومالي سير كالنقطة بل نظامها صومالي سير كالنقطة ولجو إن قبيل وبل أخرى بإنو جغرافي قارع إنو قارع أو سميستو لسكو الدينو دولدي بحق ونخصوا حقران لهد ودوك دولدينو كو يعني قارسين لهد أو لغاية إن أي وقت يرى هدو وقت دولنا صومالي كسولا وصل كل من هدو دول دولد ووفافين وقبل هذا أولا وقت بنا كلهم وقت ما سوى سوى دوما هكسي اللي شيء اللي حتى مقال قال لما قال ما نبنا دوما لباتن اللي ما لقال دوما لقال لا 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 بكون إيه لباتن إيه ليه ذا يوم سوق دوما لا بكون إيه ترى من ليه ولا سوى في مرك مرك ستم كفاية الصومالي وقبيل صومالي وحبا باشان وقبيل وكبحية هرنا وحنا مثلا مشاكل كصومالي ودول مية صومالي لسه بلاد وقبيلة ليه صومالي ولا من هدورته إن حالات دي كور بمسك سيئة أو قبيل أسند إنه كل قطة شيء بتوك سعد وسوشة أو قبيل أهم لا كلامه
يهدف بونس نيشن مودرن أو دولة ستيف مودرن أو قد يبدأ إسم كلها واحد دولة من كفرك هكذا نصر سي أسوأ كبت وما تنتهي وحن ولكن حسن أوتارت المغدد مهنة وإلى يوم كان ولكن عبي عبدكين عبي وحب حسن لي هاي أغنيها نعم ونغنى النظام كان waxaa loogu talagalay dad kala duwan in loogu abuuro nidaam iyadoo cid kasta ay maamulayso meesha ay deganta waxaan ra'yigiisa gunaanadkiisu noqday in nidaamkani uu noqonay nidaam anaga nagu habboon ma la qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiimillaah runtii waa qaba qoyanka hadalkiisa waana cadahay wax weynadii goor halba la dulaa inta kala federaal loo sameeyo umad kala taqaan ama kala luqad ama kala diin ama kala magaraas ah sax fikirka aan qabay markaa waxa weeyaan Soomaalida markan Soomaalida aagno waxaan daawali inay naga maqan tahay oo nan xun cudurka waxa fiican in la abaaro meesha uu qofka ka hayo wali cudurka meesha uu yahay Soomaalida aan lahayn waxaan daawali inay abaarin oo mar iska qiyaan ku ururay waxaan haytaa markaa meesha bala cudurka ana abaarin waxa weeyaan weli waxaan jirin dadka cadka ah in ay wadankeena iyo sharafteena ay dib u soo ceshano ismaamulo bin aadan been ha adduunkan ku leela dadkan la midahay maxaa kale oo qeyb mas'uul dadan ay qeyb mas'uula oo sheekh iyo sharaf iyo aqoonyahan iyo cudur dale waxaan dad isku dhaqan oo isku qado isku diina oo isku eeg oo macnaha wax la wax loo kala saar karaa jirin haddana adduunka intiisa badnaad waxa walaalkan ku tilmaamay 180 deegaanka caalamka central ayaa laga maamulaa meel dhexe isku kalsoon taa ay suurta gali weysay ayuu isku afa isku diina wax kasta runtii waxaan islahaa lagu aanay khaladaadkii aan sameeyay waqtigii aan dowladda qaadanay intaan xilgoyay qoygo kale Soomaaliya markii aan xamar yimaadeen oo kale khaladaadkaasna waxa ahayd aan walaalstu waxay doonayeen walaaltinimo iyo intaqaan in hore la socdo oo la raadiyo Soomaalida kale naga maqnay wanikooda dibadda ka tii iyo intaqaan markii ay kala wixii kala qaybsatay iyo dibadda loo tuuray oo intaqaan khabaad aan kaas ma shiin naxam hadda adala lixdan sanad ka bacdi waxaan wal baadulay waxaan ku laarsan aan waxa ay federaal sameeyo aan kan sameeyo waxa la waa intii ilaahay ka baqno intaas waa ilaafis ilaaf baan hadda taaganna maanta arurtiyani jeel shaadinka ku faaxsan yihiin jeelal bal akhriyay maana jeelal suulan aan suulan ka soo baxaa sax markaas waxaan ku arkay aan marka la eego community-ga ku noos aan suulan Soomaaliya la tahay community-ga labaad ee ugu badan jeelasha dibaato badan baan haysata arurtiyani mid kale faaxsan yihiin badiyada ku daadanayaan dadka weyn ku xooti gudaha iyo dibadda sax waxaan iska faraha laga qaado Soomaaliya waa dad yar aan hal su'aal oo aan dad maanta hal nin baa wax ka bedeli kara adigu waxa qolo adiga centerka marka waxa ku salaamayaa dadka ka adag waxa loo baahan yahay qof daacada had nidaam central waa loo xukumi karaa ma ma centerka walaalkeen waxaan ugu gudbinaa dooda ugu gudbinaa aqoonyahan Cabdi Umar Cali walaal Cabdi waxay la tahay mowduucani in badan waa ku soo maray haddana waxaan ka rajaynaynaa barnaamijka aragtidaada nadiifka ah nidaamkani labada walaalaha hortaa hadlay ninay labada waxay isku raaceen in nidaamkani uu wax booneen waxa leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu calaa nabiyyina maxamed mar kale salaamiya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa TV ga Kalsan TV markii waxaan salaamayaa shaqaalaha Kalsan TV marka saddexaad waxaan salaamayaa martida caawa halkan fadhido iyo sahladiga noo xirirnaa inta kadib runtii waxaan maleynayaa wax badan ayaa laga dooday oo Soomaaliya ka hadashay arrintan federaalka maalintii la bilaabay ilaa hadda waxaan qiyaasayaa inay markii hore isku soo bilaabatay magaalada Cabto kadibna ay ku xigtay oo lagu sii xoojiyay magaalada waxa markii uu sameeyay anigu shakhsiyan dadkii aad ugu soo horjeedaan ku jiray laakiin waxaan ku qanciyay in aysan xal ahayn in la moodo xal aysan xad ahayn laakiin xal la moodo taa oo yiraahdeen Soomaaliya wax kale lagu sameeyo ama lagu xaliyo ama aasaas looga dhigo siyaasada Soomaaliya ee la waayay saa darteed waa loo qaatay markaas marka waxaa runtii gacmaha aad ugu la jiray arrimaha Soomaaliya dowlado shisheeye oo dowlada dhan waxay ugu soo dhisay dibadda oo Djibouti lagu soo dhisay oo Eritrea lagu soo dhisay oo wadamo kale lagu soo dhisay
وحرجيني يا مرك هذا ما أنت وعرمتي أبي شرطي إن إنه إنه حلو أنا اللي نيجي كوا حضور راي ماشوا حيقولوا ساي يدرك سؤال يتاعي ماشي شرعي يمحي يدوي على سؤال يتاعي إيه أيتوا في ريان رد سؤالين إيه حلو أنا سؤالين إيه كيف كلام جراهدان وحن ميت وح سؤال أنفعل سؤال بلكي أذكر أحسن تاعي في رأي كل سؤال فاعل وما أحسن تاعي ولكن عبد عمر وحن جعلهاي إن أوجد إنه أقوليهم صلاة عثمان ربلة صلاة صدق حدي ولا لها هاي دوت الكتيب كلي دوت ميزانة وحي عرب كل دفتر من رام كانوا مشقينين عبد عمر مغليش وودن بحوليه هاي أنا وحن كجري دوت كيمرك وحن لاسس هاي كسر الجستي لكن وحن الكير وحكله وماش عن كنا ملأ وحد قرن كرتا دوار سكيا دعي ودك وابربري من كستني كلو دعوي كرسوني دي أبنتي من كستاو حد رضا ما قلي توليدي وكيمد وحكرا لغو لسوو كيني كرا مجرنا اللي لك عرب عقود دفتي نرام كاين ملاو كيني ششينا قعنت نوهي ولا أنكرا سنة هذا كفهمي وجدينا إن أنكرا بدرك سنة ما حاكو دار الله هذا الكلام بسم الله سنة رقع غيرنك أولاك أي شيئين فدريشن كو مركي صهر ما هي وحصل من كو فكرتي ما هي واحد تلا barbaralla soo alla soo fadhigay maamulada loo baahan yahay dalka loo baahan yahay dad khubara ajnabi ayaa soo subisay ka badina go'aanka dastuurka loo dhaxgeliyay dastuurkii wuxuu dhan ayagoo ka shaqeynin oo soo baahideeda iyo rabitaanka aan loo weeyin ayaa horda lagu soo dhaliyay arinta federaalka waan xasuustaa inta aan dalku burburin sagaashina koodi wixii ka horeeyay in ay jirtay go'asho dadku ay qabeen oo ah gobolada ay joogan ama ay ku nool yihiin in ay ku maamushaan asay shee qaabkii marka systemkii dhismaa inuu ha qaab maamulo la soo magacaabay oo arkay markaas inay dadooda ka shaqeynin marka qaar kood taas marka go'aashaas ayuu jirtay ayaa xarbi ahligii ba dhacay dalkii dowladnimada burburtay waa la kala tagay waxaad marka Soomaalidu at least kan martay dagaalada ka dhaxdhacay oo dalka gudihiisa joogay mooyee dadkii aqoonyanka dalka 1900 dalka ka baxeen in dadkaas aqoonyanka inta la isku keeno ay tahliliyaan oo ka hadlaan waxa Soomaalida u roon Soomaalida cid kasta waxa maanta dareemayna ayuu federation la soo biyay in maxuu ahaa federaaladii gobolladii markii la geeyay cadaalad darradii dowladda dhex laga cabanayay mid ka xun in gobolada ka dhacayso markii federation la soo biyay yani طبعا نير وحويان فدريشن روح لهم على قبل كل جي دكتي ما اسمه النقانين وح كذا فائدة سام دنت أي لها لغة لها فدريشن كواها إن الرجوع ده برشة ده عفنات كوا أمان كوا ورمر كوا وحويان كشغيان وهم بالو مشغول وح عن هاي وحي لو تلقى لي بركة سواء لو بحنين دولة وح لي راضي فدريشن ومدحوين أي وزير لي حتى دين عبد غالس حتى كوا أي سمع معقول كأهين مارتي قاب كوا حلاو دسي وفدريشن كلاو دسي قاب ما دسمال إن لوسي جهوري أو كوسي خيب سمتو وصل أنا كينا وإنك من هذا لقد يبي هذا نسكو هستو ودنا أجري ماشي ربو هذه وحتى درين كي فدريالي سلك أو كوها بسنا كل سنا مارتي حين داف كأولي هاي من كان مارتي أما رجع كان قبل خطرية إن يتي بدري قلين إن يتي قاشان دي قلين إن العقيل اللي جاه الله العقيل أي قلين ولا عقيل دار عيو يعني واحد صدق واحد وين يعني هو أقول حلو حتى في دريش هذه الأدو وناش أن أن كتير كتير وين ساد ردد سواء بروح بحنت هاي إن أي كهلا شو بحنا وحيت هاي أرجع مدحينا هاللي رادو سواء بس قلدم بيبقى أي وقارة تصدق درنت مدحينا يخيمن كيف مدحينا ما على كيف كلام بس كله دمية ودمي يا ولد مدعم مدحينا استعمالا دبر المسألة استعمالا وحي ما مش سوى أمريكا كان نيجيريا بغلال ما في مليون سنة قاعد يكون دغمان حتى أريد ولا أريد ولا استعمال أي واحد كينا لفتوه إن ذاتك أي كسب يان واحد دسبتيشن أما بحبابين أي كسب يان بك أنا واحد هاي صمارة واحد بحنا هاي واحد اللي رادو ما من قبل هذه وبهين هنا وما بحنا دولة قبل هذه وبحنا أوكي ولا الصلاة عثمان واحد الخبراء أجنبي أي أساس ميسي وحنا واحد الدول دي الشعب كا referendum لو مقادن أفتي لو مسمين رأي ولا مو أغان لغلمة تشمعين لكن سلمركا وحا شاكت إن دادكو ربين إن قبلة ويكاد الشاني ما مشاك سلمركا ثقة ماشي كما قال
وحكلا دكان لسوك أنا مجستو إني 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 دريكسنس بسواش ما حد شايفتي أو حق حقيقة أنا إن ودنا كا برين برين أو كل عاي أو أكون يانكي كتجي مركز تاسنا إيه كنتي إن مالك تروح الربا اللي جفوشن كرا دنا عدا قالة وحن براكتيكال ماهن وحكلا جستو فوضو أبو ريو واحد جرا وحياه هذا إن الوقت بنو سامح إن أهل كان كذا هذا الله إن ملعينها سنترال كا إن ده لا معناها لما قام إسكندر هي أي لسه عدان ملكسته ودنيا وهي رشة أيضا إن الشيكتان كرسوني دي مشي كما قنتها كلا دمبيتي كما قنتها وما عدسنت وحربا نقدر لبعض إن شعبك قيب أهان معناها إن قيب أهان كقيب قاتان أود السمين تبدل كودا صول الدورتان دد كي هو قامين لها أمام مرتليها ووح آد وفي عام نظام كان ديمقراطي أو شاكتا إنو يهي نظام إساقو كشقل إلى لمتا حقوق تا آذنها دورستا هذا الكحرية دا أما حرية القولكا إلى لمتا حقوق دا آذنها دريال كيسا هوانكا حقو دا إلا دريال أيا دد بغني أو أركان إن دنقارا لقوته ودولي لها القلبات كأيوهو أول نظام كاني هرقلين تيسا أيوهو أجندة قارة كوتان مركا سواشو حيتهاي النظام كاني أيان نقضي مد قال الله سكا أبوري دلال بدن ودم بدن ودولي لسد حالة مركي اللي اسكو ديين لغا فليوحان أرقني سيستم يدومي فوضوين دقالو marka su'aashayna waxay tahay ana fursad ku siinayaa si nidaamkan dimuqraadiyada ma yahay mid ku haboon dalkeena iyo dadkeena in ay isticmaalaan horumar aan ku gaarsiino nidaam dimuqraadiyada cid kasta u baahan tahay wadan aan mutaqana dimuqraadiyada macnaheedu wax kale ma aha qaabka anigu aan u fahmayo waa dadku inay tashtaan madaxdu waa ay abaay mataqaana ay ku doortaan dastuurka iyo nidaamka ay raan dalkooda lagu dhaqmo ay mataqaana aqbalaan sidaas ayaa mataqaana wax imaanaya dimuqraadiyada beeskeeda maxaa weey waxaas la qoray oo lagu heshiiyay oo dastuur ah oo nidaam ah in sida ay tahay sharci ahaan loo fuliyo oo loo isticmaalo hadii kale waxa hadaan sharciga iyo dastuurka qaabka lagu dhaqmayno dimuqraadiyada ma dhalinayso nidaam dadku ay raali ka noqdaan ma dhalinayo waxa kale oo dimuqraadiyada waxaan aragnaa nidaamkan dimuqraadiyada reer galbeedka ayaa maaragtay forsigii ama awoodii waday dowlada ay ayagu markaasi ay si gaara u karaameynayaan ay maaragtay u tixgelinayaan masalan Ethiopia kale waa hal xisbiya ka jira hal awood haddana waxaa loo arkaa dimuqraadiyeen inay raali ka yihiin sidee u aragtaa nidaamkan dimuqraadiyada oo sharaxaas leh laakiin dana gaara iyo dad kale ay ku gudban yihiin bismillaah soo u sheegay salaad nidaamka dimuqraadiga horto muhiimadiisa ugu muhiimsan waa sharci dad ay meel dhigteen oo ay fuliyaan sharcigaas oo isan ka lahan oo constitution-ka hadda Soomaaliya iyo kale kastoo qabiyay yahay soo dhameystirayn in asaga lagu dhaqmo oo laga leexan waa inta horto base-kiisu ugu sahlan laakiin Soomaaliya iyo dimuqraadiyada marka tiraahdo runtii dib badan ka jiri karo maxay yeelay Soomaaliya waa dad kala sheegayna oo qabaailka u sameeysan oo qaabka qabaailka isugu xiran oo hadda ku kalifay inay noqdaan maxay ahaydii wixii aan ka hadlayna oo ah dowlad goboleed dalka qaar iyo qaanan qabiil goboleed taasuna waxay keenaysaa inay isla jaan qaadi waayaan dimuqraadiskii iyo constitution-kii degenaa oo mararka qaar waxa la sheegaa xitaa in ama wasiir ama weyne ama agaasime wuxuu marku hadlaayo oo iska tuuro constitution-ka uu raado waxaas waxa ayaga gindaaniye waxa anigu ay la tahan ka hadlaya taasuna waxay u baahan tahay runtii inay bartaan dadka Soomaaliyeed laakiin waa sax waxa xaqiiqa dimuqraadiska in dowladahan reer galbeedku marba say rabaan ay u dhigaan dowladay rabaan ay u jilciyaan waxay yiraahdaan
iyadoo ay u jeedaan inaysan meel dimuqraadiska ahayn ayay waxay yiraahdaan way la jaan qaadi kartaa dimuqraadiska dawladda ay rabaan way ku cadaadiyaan waxay yiraahdaan dimuqraadiska meel loo goob jirtay waa in lagu xakameeyo wadabtay dawlado badan oo carab ah oo dimuqraadiska ku dhaqan baa jiro dawlado badan oo afrikaan ah jiro haddana way la macaamilaano way la shaqeeyaan oo maalintii waxay ahayd xiriir badan oo ganacsi iyo xiriir siyaasadeed iyo wada shaqeyn dheer ka dhaceysa saa darteed marka dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin ولكن يمكن ان يكون شيئا 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 ان يكون gumeysiga intee loo imaan 1884 kii iyo wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyay aan waxaan ahayn dad iyagu ku nool goobta oo ismaamula oo nidaam macnaha ay sameysteen oo dhaqameed ka jiro kadib waxaan xurmadii aan qaadanay gumeysiga marnay xurmadii aan qaadanay waxaan yeelanay nidaam dimuqraadiya nidaamka dimuqraadiyada waxaan aragnay fowdo iyo isqabqabsi oo keenay inaan galno haddana nidaam markaasi dawli ah oo state lewiski ah macnaha oo haba ku bilaawdo xukun markaasi hanti wadaaga oo dadkii loo keenay marka ani waxaan qabaa dad badanna qabaan keeni waa ka tagnay kii dimuqraadiyadana oo 60kii ilaa 69kiina dhibaatooyin iyo fowdo iyo kala dambeyn la-aan oo keenay oo sababtay in kacaan ku dhasho kacaankii oo aan dhihi karno totalitarian oo ahaayo one man and the one group rule oo grib wadankii ku hayay gacanta ku hayay ayaa xukumayay marka ma kula tahay dimuqraadiyadan adoo dhankaa ka eegay in annaga qaanuun bana celin karin kusoo dhawo walaalcaab bismillaahi raxmaani raxiim dacwaan horta ummadda muslimaahay marka kulli iimaan ku yiraahdo dimuqraadiyad iyo dhaqamada halkaas maadaama dan muslimaahay waxaa qasab inaga ah in sharciga islaamka ilaahay loo soo dejiyo raacno waa ilaa dadkan sagaal sanastay wuxuuna muxuu ahaa ugu talagalay sharciga uu soo rogay inuu ku dhaqmaan wuxuun ahaa kakadii inuu kala badbaadi kari lahaa noloshuna nagu suurtageli lahayd marka runtii wax dambe daruurta marma wax ba israhaa soomaalidu iyaga oo aan yaab u ahayn inay dawlad noqdaan ama ismaamulaan ayaa oo damigooda duurkooda iska joogo dhaqankooda waxa wadaa yarba iskaga xabi ku ah aan wax ka maamulayada waxaa wax ka badan ay qabtaan aya markii la yiri maadaama afrika iyo adduunyadu mid qaana wadamadii xurmada gaadhsiinaya ayaa xurmada hala siiyay iyagana marka barnaamijka jiray wuxuu ahaa seerkalistanska iyo xaaladaha aan ku jirnay ciidamada ogeyn dabadmada ee bali hala siiyay 10 sano waliba loola diyaariyay saas ay tahay kontiki ilaa lixinkii waaba loola dadaalay marka waxa mudaa in ilaa iyo xad ayna ugu adag tahay inaan ismaamul karno ama dimuqraadiyada ha noqoto ama ha noqoto mid dictator ama xuduudaba ha noqoto marka aan hadda shaqsiyan waxaan lahaa 6 sano ka bacdi meel sharciga islaamka ah ilaahay inoo soo dejiyay markii horeba inuu sii doon lahaa central rule leh oo wax kastaba dhaqaalihii iyo bacmushtarigii iyo dhaqanka iyo reerkii iyo developmentki iyo iqtisaadigii oo halkantar ka soo baxlahaadi waxaan aaminsanahay taa haddii inta nimaankeena isku jisna taan ku noqono hore aan socon karayna walaal xasan saddexda marxalado aan taabanay annagoo nooleyn nidaam annagu samaysanay oo nidaam beeleeda qabiil kastana isku xukminay marmarna jamiici na saameynayay kadibna sida walaalka sheegay xurmadii la qaatay oo naloo keenay nidaam aan markaa reedi u ahayn ku fashilinay mid kala qaadanay ku fashilinay maxaa naga baabi'in kara waxaan mar kastana ruuxaya haddaa fiirino sabac qabiliyana suudaan qabali waay imaaraadka qabiliyay ahaan jirtay maxay ahayd masar waa qabali ummadaha waa kazuule maxaa annaga nagu dhegan بسم الله الرحمن الرحيم مرتب سؤالشان جوابتي إذا مسهل أنا معناها موضوع أحد أنك هذا الموضوع يعني يبير ما أحرون هانتي هونتي صومالي وكوا قبطان ساد وشاو راكي وحان أهين ومدق قبائل أن أهين وأن أهين دولة بحي أو سكانتا ما مرنا مرنا ما صومالي بوليسي بحالي هذا يحولي فائلين ما بقى قاركو بقى هو يحولي لكن بحالي حركة يحولي بني آدم وها
صعود بني آدم وحبك هيستوريك موفمنت جرافيش وما يمد أمر هدوه نتوسي وحاليا بوليسي ومدد بان أو غاري إلهي إلا كله أي برنابجي كان لك إلي لقب سان الدنيا يساق عن هدوه كعن معنا هدوه نتوسي ومرك إلا ريضة صومالي أي سوتي ماذا دولة صومالي دولة سوتي ماذا نوع أي أحد وإبان تارتو إلا لقا حدلو بيجان سوني ما بحاجة دول مودرن أو قبيلك أو ودم بنت أزورة معناه أن أصلا قبيلك كلها هالنارت إيه وحصامنا أما لا داعي أصلا كلها عن قبيلك لكن قبيلك يا نجاتها توان سومالي ودرين بس أن قبيلك كان أو فشلين دول دولنا سومالي وقبيلك كحرب بدنا وح عن قادم بيكنت سوسة لو ها ما كتنسيش إنه أو قبيلك سوى ربحه ما له مجد وعي معناه سوى اسم جابتي وعصام مك وعي مجد وما بسوماليات أو سيلك أو دول منا سوق دياردو تي قبيل كان إنه كتير من غير مقتدر ما درن هو سيستم حسب عقدين دلني وهكذا إيران إسلام من هذا إسلام من هذا وحي أهل وحسهل معها إسلام ك إسلام هاي عقيدين وإسلام دولة إسلام حتى عمر مارك عند دولي دولي إسلام كمعنى هو حبنا كوكب صدي وحبار هانكو هرمري من نقل من نقل أنك قبيلك كحب لي ما رشة اللي تي عادها إيه ولا ما له مدارين كقاركود إنه حواس وسيفرازيجك سجارو لكن أنت أنا كلو سيرك وقبل له بنا وبنا له بدنا مالك هو إسك صعود ورد مو يعني هم ودين تسامين كوي من تأكيد واحد قف كمسم كواي قيني قف كسومالي واي قيني واجبات كيس الشخصية واحد يعني رجوع على جربه بله سومالي بينك سوسوجك سومالي أدلي قبلي وحالي حير كأي بكتان أو يكون كلا بحان وهو آخر هوسات مركي قرن عليه تكتو شرعي أبجنان اللي يقول معلها وكل بدأ تهندون إن شاء الله مركي لبدأ قبيلك أي واحد كل شيء وايان قصاصي آدان أوكي ما أحبين كل شيء معناه حير كان صوماليقا حير وهو آخر هوسات وقبيلك اسكو حيرتان من كان ديني سأم بحمه أنا كدر لي مكتي سأم بدنه سين شرعي السلام كي أكبته مو سامح وقفك هنا قصاص لنا هذين القصاصه ترى يسوع ولا قصاص جري أو شرعي لا يجري لكن مجرين سيستم صومالي كس يعني سواء أو بدل أو شرعي السلام كسودي ديمقراطية مركلة في شو عليها إسلام كنتركيس بك ما يعيش السلام مدهن ما يعيش سكرة أساس سكرة حكومة مدهن وعليها علماء الإسلام كل هذا النبي عليه السلام مركو دمناي وحياته كدوار محتاجون منكم مجرين لكن المسلمين تا أي أقوام دون وحائس خلفاء الراشدين وكهلا وإمام دون قبع شيء خليك وقف كي مدك بدل وحاكم ومدك بدل عليه السلام لكن سيدوا كل إمام دون وأمرهم شورى بينهم ألا بيتك أي كشف المسلمين تا كشف دونت ديمقراطية هو النوع وحك كروت إسلام كإن تلاقوا أي هاتو تلاقوا جود إن هاتو وحكوا أمانة إسلام القرآن كمالك السبع ملكين السبع وأنت أهلنا أمانة ما قصت إلا يقال الصوت يبقى شاعر علم لأي ناتس هاي اللي كانت هاد يعني كسو حضرتان أدوان خمرت وحكو هم تتغلق إلي ولاكت ديمقراطية وهم هم شورا بينهم وهم هم شورا وكور كور واكاس إسلام كور واكاس سيداس أوكي نسكدا ما يحمدان ديمقراطية مركة لفيرشو إلي كسو هر جيدو نظام كان ديكتاتورية أما توتوريتين كان أبي أتشكتي من عاسوا من عرق قلبيتك أي كلام ممتح أنا جمع الحيوانات هاي مركب لكن كان إسلامي في إنه هل قلب أو أي كقاتين إسلام كأو ترى إن موجودة مركب أنت ولا موجودة جوا إنه هذا أصل إسلامي إنه إيه أو لكن وقتك أو قرن بين حاكم كأي وقت بدل الدونه دور شيء أهم أسوأ أهم الدستوري أو لبرديك لكن مسلمين تأوبنا وأوبنا تليا أي سيرة من الله وما أحسنت فسمعان كا وحنكر جينينا إنه نصاري دونا قدر حيي سيسا برنامجك وحا قيبه سكلات كم مغلد دونتان نرامي رالمتا يقبيالد مسوق ماسوق اي مسوق ماسوقا وحا كلي برنامجك كتابن دونا انت كهرتي وقتها حاضر كا اي مستقبل كا سوماليا الكاميريسا وحا رجينينا فرسمقان كا ان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قعدت لو خبركم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا مقلص صوبة. واحد عني. بسم الله الرحمن الرحيم. شرك. هلا هلا. قف مركو قف سنة عدو سايرا فيري سيدي سيحدو يرا داس انا بس وحب لاما يا انا حوه ساحوه ما مركو دوينينا او ملسك دوينينا كي جوجينينا ناس بيك كيري ناس بيك كيري اكدودم هذي اي باق انا اتحايا ساس هاي اصوش سيادشون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي الملك ساجوب تان كسر وهذا برنامج كارا وأنا دوننا أربعة صومالية إن أنا كهذا العاوة برنامج كاسون وبحني صومالية هي حالة مانتا صلا سعطان صومالية ولح يلواتن سنو دور لعنة هذه واللي بحكي كجرت مجدي ورر تصل في لاي الدور عصب أيدرتو بشان أن كجرنا إن شاء الله سديد ده أمي وقتي كذا بيه هذا برنامج كاس أو رقطة قلنا إن أنا تدوينا كوا عيقلنا إن كوا عيقلنا ما تحت صومالي صص عطى إن أنا كوا عيقلنا جود عندك كصومال ملك ستيجو أنا يعني جعلي إن أي غلق قاتان رجالي هذا قيمة بدن أو بانل كعويل فريا هذا كصوب بالعرب بنا 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 وعافدي الصلاة إسماعيل روبل إسماعيل روبل سوري وعدين عين بنا فدي عبدي حاشي آخره وعدين عين ملك تفدي عبد الرحمن شيء وحدنا عميق تافديا ودنا عشيشة وحفديا حسن حيلة ولا الكسر وهذا برنامج كأديات بني الدين سلامينا تدوين بني السلامين صلاة سعتان حالة الصومالية أديات إيه مرقو جرتا تتبدن وملاحظة الصومالية ما أنت أي واحد شيء جان إن دول إني قامش شيء أما دول شيء قعدت كل جيران تصور لقد دليل أيه دولة صح أو صومالية كدرتها هذا واحد تعلنا إن أنا رنتا كبلونه تصور دت فر بدنين مقدك جرتو رنتينا جعل إني دولة صحيلا أو كبلا بالحالة ده السقعة ولالكي حسن حيلة محاد كور اللي محاد سواركتا إن هذا نسوق هذا يونايتد نيشن كو أي فرق سدر اللي هي إن فرقلين شيء فرقلين كوايان دولة كستولا ديساي صوماليا أو حب مركة قاركونة يدبو ديكا وقتي يلقو بلامي إن دولة ديسو يدو اللي هي دولة شيء وافريكانا يقع عدو كل جيرا لفتقوض فرقلين تماشي علينا عليك صوت حدا Soomaalidu ka qayb nisaa oo dowladaha dariska ah. Dowladaha dariska faragelintooda ma dhaweyn markay soo socday. Markay arrimaha geeska af kala feeyo. Soomaaliya waqti dowlada centralka oo xoog badan ay jirtay Maxamed Sade Barre. Iyo Ethiopia markan soo qaadno dagaal waxa ka dhaxay dagaal oo dagaal goboleed ah geeska Afrika waa taas waxaan xusnaa ila dagaalkii la isku farasaaray oo 77 ama 77 dagaalkii looga. Dagaalkaas wixii yani ka soo baxay oo natiijo ah إلا هذا ما أنت صوتها وقال كنا محمد شاب رأي وليس قلي ورذي رذي نظام كدول دي تربية أو من جزت جب هذه تي بي ألف إي بي ألف إي بي ألف أجبت هذا حكم كتربية
أمان دري كقبطة صومالية وإسلا ده هو أرن أمان معنا هذه دولة صومالية إيمان تجوكت حمر وبمودوش دولة صومالية تجوكت أيضاً لأن كذي كسمينا فرقلين توبيا وهذا مثلا حال توبيا وكعصان هذه دولة صومالية حول الجوهي هاي دولة صومالية على علا سيدة محسوم من قصو داعي جب هذه بقاس من قصو ريدان وجب هذه محمد سياب بل يو معمر انك اللي يجري مارت انك ملحويني السودان جعفر النميري محمد جعفر النميري لكي اي تببرين حبايين ايا قبصد ايتوبيا وان سون هاي مارت لابد جب هذه الاسري ايا قبصد ايتوبيا مارك ايتوبيا وان غبقع هذه دول استيبل صومالي اي تماض مرنا ما اقول جب هذه وحسوه بمحمد سياب بل من قصو جب هذه ردي من قصة واحد وبيز محمد سياب الروح ما أنت يتوبي دوني ناس إن دول صومالية ذو حقلة أو إنفلونس كويش يتوبي أي صومال ونيجر تاس صومال لكن يتوبي هبين يمالنا جد دو فلسطين بسين صومالية كالقيمة دي ويكون كلام نحتر تا ما مر قبل هذه هذا أن كان لنا سيستم كفاية كان كل شيء وحياة ونقطة ما له أي كاس صقش وإمام الكستاني كحريه بعد ما قلت دوني بس صارت شيء يبدي قبل الله أيضاً وزارة دي أرنها دي بدها لسه بين coordination أما مثلاً أنت معناها أوليسي أيوة ترى يعني أما دستور ولا مكين أو حرس صباح الدولة يعني إسكون صعب وقبل الذي آدايو أما الدولة دي قبل كورونا أما حدا نقطة خليج كما سعودية آدايو والدولة شيء غنايا مبسوطة إتوبي سوا سيري ربط إن أساس صومالي وقبل سنة توي ربطها فرجنت أصلاً لاف ميل ما أنت ذكر قيلنا يو سياسيين تا مشكلة وحيتها شالي وي اوغاين او دكي لا استعمالي اهايد او سياسيين تصوماليان كالا مسونتا او فرقلنت وي اوغاين ما انت محاققين سيه قوك صوماليا او السؤالي كالا ماكا فرقلنت اس وحي اوباهنتاي مشروع وضنيان وضنياس او صوماليا او دكوماليا وضنيين اي سمايات او لما نعمين كارو لكن اسكعابي اسكعابي معنى مقاوم اوباهن فرقلنتا قارهان دور ديستوبي وأنا قف كستو سياسيين تسمعوا حوك هذا درسبان هاي وحنا مثلاً على أراضي مصر إللي وحيد يجي يسمع يتوبي أنا لا شيء من أرنتس لكن يتوبي سمعوا عشر في يعني ما قلت أيام هكذا إلا ما تمشى الجو بايون باكو بدي يسمع يتوبي بدل كابر وإنه مجنون ما كافر سحزم سمعوا حتى قال كده كرتيسي يتوبي فيزيكلي وين يجوا على قال لكن سمعوا وحى هسه impossible and forces waxaan la arkaynin waayo wax meesha fadhiyo imijka aynu aragnaa waa dad Soomaaliya maaran in Ethiopia ana meesha fadhiyo dadki u khudbadeenaa hadana every single person Ethiopia 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 le marka arintaas sidee ku ogaanayna Ethiopia ta inay Kenya taa hadana dadka fiinadan war garan hadan sheex xilgeen taqan ayukan ugu badan waa kan aan magac lahayn muqaal kan lahayn may Soomaali cadu maqnaa ma muqaal leeyahay magacna waliye وسرع كده وهل يمكن كده يدولا له إيطاليا لا ما أنت سومالي قبل ما رقعت والأوجا معنا سومالي إيطاليا بقى صار كده لا صعدة ما هذا مرة حس صعدة ما عنده مرحلة صعدة مرحلة إيطاليا حس هجمنا جيسك أفريقيا كل من يكون قطه وما الحويني من سومالي يجيبوا عيرت أو يوشروا إن سومالي بس أهله وسهم وإهراء الله بهن أنتوا طالعين من بيت جلسة سومالي كقطع نتاس ورأنتاس وأهل تاريخه دوا ومسؤول تاريخه دوا وبدون marka aanu kulli wada koowaan la raayo aan leeyahay laakiin aan taas ay muuqata ala kulha anuu dii Cabdiraxmaan Shire su'aasha meeshtar dadka Soomaalidu wali waxay leeyihiin faragelin ayaa nagu hayaan dawladaha shisheeyaan wadahan ama kuwa dariska noqon ama kuwa shii amjinaati neeshig sidaad u aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa reality ga markii aan hadii dabta loo taabanayo erayga sida uu yahay hawshi la rabay dawlad دي يدولة ديه دولة الجولات كي هاسة مركورات تيام بكلا بحسنين وعينه كلا بحسنين مدحويني باور كقولها مدحويني ياشي كلا لسه منا وعير ربان إن إثيوبيا تجان وعير ربان إن كينيا تجان إن الوزارة دي أرنها دي بدأ إنتي كبوذان يجو تاس ولا حريران وده ما ذي كلاته كاس خلك كوباد واي هدي أنتاز لسحن أو أنا وأنا نقضه دولة الجولات oo ninkaan dowlad goboleed u yahay oo mid kasta madaxweynaha uu soo doono u bixi karo meesha doono oo la saxay karo madax dowladii dhex maxay qabanaysaa baawarka ay sameeyay samaxayta waa waxbana dadkan kale to sida dowlad goboleed dowladaha dariska ah nin doonaayo ma jirto Soomaaliya inay dib u soo noqoto waayo cashar waxa ugu filan
77 Somali Power ki awlahad maashi ay tagtay way wada ogyihiin waana ku talagal loogu talagalay Soomaali inaysan dib dambeyto uga soo karan aan military loo dhisin aan macnaha maaragtay baawarkaas qoratay wax la mid aan loo ogolaan baarlamaankuna uu ka jiifa dowladdu baawarki ay lahaydna ma haysato mana heli karto intaas ayaan uga baxnay aad iyo aad iyo sadex socoto Soomaaliya xilaa tan sanad yar faa'iido runtii iyo waxa la leeyahay dowlad dadka Soomaalidu adeegta mar walba Soomaalidu ay wax isku daydana waxa ay mar walba cambaareynayaan in dowlada shisheeye ama noqdeen kuwaan awoodda leh ama kuwa dariska noqdeen yaad aragta ama United Nations sida la socoto oo faragelin baan Soomaaliya ku haya yaad u malaynaysaa inuu runtii Soomaaliya faragelin culus ku hayo ilaa dadka meesha fadhiya aad aragto waxaa fadhiya rag Soomaalida fadhiya naarkiis waa laga yaabaa inaan cadaan inaan aragno laakiin ajnabiga ku dhawan qarsooyin maxay yihiin waxa hortaagan Soomaaliya inay dowlad sax ah dhisato بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ورلا ماشي سجيمد وسلام يا يجودهان أمد الصوماليات با وما سنت هيد عليه سؤال شذ وسؤال ريف انتي وحرر الله بقى يبود إن هذا الكي يحبه قريب تكوى وحقيقة الصومالي ضد من وحيسن فهم سنين فرقين تا الصومالي الواي سيد الملوكو هاي انت الملوكو هاي يهلك أي موضوع أنت ما وتاسع أنا حكيني سنة شو هذا نوع نقول لحدنا حيوان الله أبو راي وموجود هذا قلي إن عن كذا مشغول مشغول قد يبتاع هذا الله بعنا هنا قبل in 1884 مر أي سومالي اللي قيبي رجل قيبي وحكم ذا وحي أهاين دلالك رجل بابك سومالي شن أي وحي قيبيين سومالي وحي قيبيين شن iyo Soomaaliya ay haltaa 1960 historyu weedar tahay dabcan hadaan soo koobo 1960 dawladii hal labadii gobol ayaa oo koonfurta iyo qoliga midowday iyadoo hadda wax loo kala qaybiyay ugu yaraan 10 dawladood oo kala nooc ah waddamada jira isticmaalaya gumeysiga dawladda degan oo islaamka ay ku sameeyeen ama ay xurmadood dhaawaceen oo ka mid tahay dawladdii Andalus iyo qaabkii loo qabsaday in cimaarado yar yar laga dhigo cimaaradbaysan mid kale u gudbin waddamada jira waxa weeyaan in midba uu mid kale u gudbin si loo dhaawaco muminadooda loona dhamaystiro ugu dambeyn wixii ka baxay dhabtaha ay ahaayeen dal leeyihiin dambeyihiin shaqadaas marka gumeysigu wuxuu u maraya hawlo badan oo dhinacyo kala duwan leh waxa ugu muhiimsan hadda aan u jeednaa waxa la yiraahdo proxy work shalahan Soomaaliya dalalka ku jira hadda duqo ciidamo ka joogan dalalkaas ciidamadu iska ma imaan xitaa capacity military iyo mid financially economically ba u ma lahayn dalkeena soo galaan mana ku dhiirran karaan in dadka jooga Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda inay Soomaaliya haystaan ma ku dhiirran karaan waxa xaqiiq ba oo dadka Soomaalida ka xishoonayaan ma garan karo in aan runta in la sheegin waa dhibaato in aan dadka naga wareegnana waa wax aad u xun waxa fiican in aan wax jira ka hadalno gumeysiga annaguna kala qaybiyaa gumeysiga reer galbeedka una baahan laba arrimood inaan ilaalino quwaddan isaga dhicinno oo dhab ah oo runtii Soomaaliyeed oo ku salaysan midnimo iyo wadajir iyo wada qabsi qof walbana uu fahmo Soomaaliya ee ku nool from ras casir ilaa ras kumbuni in mid walba midka kale noloshiisa ay ku xiran tahay midnimadaas ayaa weligeed xornimo lagu doodi jiray midnimo leh hoggaan u daacad ah dadka iyo dalka una dhimanaya dhiiggiisana u bixinayana ummadda uu badbaadiyo waa waxba kaga doorsanayn sida hoggaankii allah u naxrisay sayid maxamed cabdulla xasan iyo raggii la midka ahaa ee xorriyaddan u soo dagaalamay laakiin maantay haddaad fiiriso bicturka dhabka ah waxaa proxy warku ay dowladaha gumeysigu adeegsanayaan laba qaybood ayaa minimo furiyaan dalalka lagu dhigano la adeegsanayo minimo waa innagii oo laftigannagana la adeegsanay waxaa marka wanaagsan lahayd inaan dib u eegno taariikhaha in dal iyo dad isxoreeyaan si macquula oo wanaagsan ay u noolaadaan inay ku xiran tahay in dhiig loo bixiyo xorriyaddaas xorriyaddan dhiig loo bixinna cid helaysa ma jirto waxaan marka aan jeclaan lahaa dadka Soomaaliyeed xilligii xornimada aad bay usoo dagaalameen maantana ciidan nol ayaa haysta haddii dadka hadda xukunka haya
سياسيينta hadda soomaaliyeed ay keenin karaan methodology iyo aqal ay ku badbaadin karaan bulshada iyo terminology luqad ay fahm la fahmi karaan international community falaasi laba tan iyo shan sano la soo dhaafay waxa socday siyaasiyiin isbedelaya oo muddo midka kale uu kaga duwan yahay kii hore kaliyana waxa isbedelaya ay yihiin faces laakiin aysan ahayn wax wax qabad iyo dab iyo wanaag ku salaysan oo bulshadii wax u qabanay aad baa runtii bulshadanada soomaaliyeedna aad baa arrinkaas loo wareeriyey shatiyo badan baa loo gashtay shalay waxay ahayd warlord maalintii ku xigtay waxay ahayd maxakiintii iyo ethiopian isjabinaya oo shatiyo kala duwan ah haddana waa dowladdii iyo wax lamida iyo dowlad goboleedyo lagu mashquulayo mid mid dhegaysanaya sida waraalo ay sheegaynaysan jirin marka aad baan arrinkaas u cuslayn lahaa ethiopia iyo dowladaha kenya iyo uganda iyo soomaaliya ma haysan karaan ma haysan karaan maalina saacado xitaa ma haysan karaan sida aaminsanahay dadka soomaaliyeed dad saas isaga dhow minimadooda ay dhowdahay walaaltinimadooda ay dhowdahay waa dad waa dad dhaqan iyo dhiig wadaag ah gumaysano inuu haystaahay wuxuu ku haysan karaa mafirkaas ah wadadaas qabiiliga ah oo ku kala qaybinayuu leeyahay midka kuqooyi joogana waxaa tahay jamhuuriyad ka go-day soomaaliya midka koonfur joogana uu leeyahay kanaqooyiga jooga asxaan kuma haye halkaasoo raac ifanrodana loo kala wado in labadoodaba la dilo marka arrin waa kaas waxaan kaloo taaban lahaa maxay tahay waxyaabaha uu nagu kala qaybinayo iyo qaabka uu noo kala haynayo ninkan gumaysiga la yihaahdo waxaan aada u jeclaan lahaa inaan taabto qofka siyaasiga ah ee doonaya inuu siyaasadda ka shaqaysto waa shaqo waa profession waxaan rabaa inuu dadka entertainment u sameeyo oo ayaanba program keeno bulshada lagu dhisayo laakiin haddii masarka keliya isticmaalayaan uu noqdo dirgiisa inuu labada albaab ee geesaha ahee labada jir ee geesaha ka mara inuu ta dhagaxya dhigo xiro wiliil maleeshiyaada dhigo halkaas la isku waardiyeeyey ma ahan wax isagana mustaqbal u sii noqon karo meesha kusii hayn kara mana ahan soomaaliya wax u danayn doona haddii aad laydin waxaan kusoo gabagelin lahaa halkii waan kugu dheereeyaa hal qodob qodobkan wuxuu ku socdaa directly waxaan jeclaa inaan la hadlo baarlamaanka cusub ee soomaaliya maanta loo soo xulay waa usoo noqon doonaasalaad sidoo kale su-aashii mid lamid a waxaa soo noqon oonaysa in dadka soomaalidu ay dad kale faraha ku taageen laakiin iyagu dhibaatada dhexdooda ay tahay runtii markii la fiiriyo yeesanan faragelinta la sheegaya shisheeyuhu sheegayaan inay arkaan dad aan iyagu sida walaaladu ay sheegayaan rag challenge ku ah dadkan waxay la yimaadeen dhihi karo meow sidaa dad badan baa haddaan soo qaadno arrintii ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu yihi faragelin ayay nagu ahayaan dadka qaarkood oo hadda ay soo baxday dad badanna ay hoostaga guuxayaan arrintaasu ma arrin dhabow jirta mase waxay soomaalidu ay doonayaan waqtigan wax kale iibsiga ee siyaasadeynita bismillah arrintan dadka dhisaanada hooya marka la eego waxaa laga hadlayo hadda waxa hadda la socda oo waqtigan doorashada lagu jeeyo lagu jiro nin kastoo kamida dadka kambeynka ku jira waxyaalaha uu sheego oo wax asaga uu ku raadsanayo muxuu ahaa oo aada ku raadsanaya oo dadka kusoo jiido laakiinse arrintan muxuu ahaa arrin soo jiita weye sida walaalahayba sheegeen taariikh dhinaca taariikhda way kaga xiran tahay dhinacna waxay kaga xiran tahay muxuu ahaa dadka soomaalida xiriirka ka dhexeeya yacni qofka soomaaliga oo jooga dhulkaas somaali galbeed la odhan jiray adana zone five loo yaqaan iyo ninka soomaaliga kismeeyo jooga hadday isku tagaan oo meel isugu tagaan guriga degaan labadaas qof xiriir ma kala aha wax lagu kala xirir male iska daa marka kan oo jamhuuriyadda soomaali dhulka la yihaahdo wax kala qaybin kara oo jiraah ma jiro uga hadalno waxaa jirta wax dagaaladii a waxay dhaleen xoogaa muxuu ahaa istuul iyo is-aamin darro ayadana waa wax u baahan method dowladnimada cidda markasta imaanaysaa inay la timaado qaabkii ay dadkan dib u heshiiseen iyo waaleen isugu imaan lahayd dhanka muxuu ahaa faragelinta marka la eego waa arrin historiga waaye arrintan hal qodob waxa waa hala sheeg waa qodobkan dhahaya soomaaliya haddayna dowlad noqoto annagay khatarna gelinaysaa midna waa mid historiga oo taariikhda dheeroo laga soo hadlayo markii soomaaliya la qaybiyey dowladda ethiopia inay markasta ku andacoo jirtay xuduudkeeda ilaa indian ocean inuu jiro taasoo micnaheed tahay soomaalidu inay tahay dhulka dadka ethiopia ee boqortooyada ethiopia iyo talasi ethiopia markasta ku xisaabtamayaan soomaaliya inay ethiopia ka mid noqoto
taas marka waxay sababtay ama keenaysa in loo diido Soomaalidu heer ay sii kala fogaato inay sii kala fogaadaan oo la sii kala fogeeyo oo maamulada labaad aan ka hadlaynay ay noqdaan meesha waxa loo adeegsanayo kala fogeyntoodaas oo midba mid kale uusan la hadli karin. Tusaale fiican waxaa noo ah dagaalada gaalka ay ka dhacay. Dagaalkaas gaalka inuu ka dhaco odayaasha labada dowlad ee labada dhinaca isku imaan jiray waa wada hadli jiray, ganacsaha isku imaanaysay warguryahayna iska duduna dagaalkaa joojina dhihi jireen. Laba bilood ku dhawaad odayaashana waa loo diiday, culimada waa loo diiday, maamul dowladeed ee laba dhinac oo aan mataqaana sida laba ajnabi ah ilaa iyo u n delegation u n ah oo liyag laga soo diray la yihaahdo hala geeyo sida ay xabad joojin usuu biyaan. Yacni waxa waaye waa meesha u dambeysa oo ah in dadkaani wax ka dhexeeya aysan jirin in la rabo in la muujiyo. marka yacni fargelintu ma qarsoona, waa wax taagan oo markasta muuqanaya. yacni haddaan halkaa aan nuqdo geliyo powerka u diiday dadka Soomaalida inay fariistaan including central government maxay tahay marka? walaashaybaa aan anigu aan u aanaynayaa mar waxaan u aanaynayaa dowladahaas u arka Soomaalida ama dana kale oo haddii dowladaha weyn laga hadlana danay kale yihiin oo loogu dana dhaqaalaha jira oo dhaaraha dhaqaalaha maamulka meesha qabanaya inuu mid ayaga u danaynayo ma dowladahaas uu noqon karo, midna waa mid aan dowladaha dariska aho markasta waxay qabaan dhulka Soomaalida ay ka haystaan in ay u timaado sheegashadii Soomaalidu sheegaynaysay inay wax muxuu ahaa baatigarooda oo dagaal dambe soo celis ay noqoto. tan sabeel kale oo dhinaca kale wax weeye dadka Soomaalida hoggaanka u imaanaya ayaa wuxuusan ahayn hoggaan awooddooda iyo gaaray heerka ama standardkii la rabay inay maamul iyo dowladnimo inay walaan oo diwaanshiisinta ka hadlaan oo mataqaanaa dowladnimadooda ka hadlaan oo awoodda dowladnimo ay leeyihiin inay meel saaraan loo baahan yahay. marka labadaas dhanna waa Soomaalida dhanna waa ajnabiga. aad iyo aad baad umahadsantaa insha allah qaybtii labada aan gelayna waana isugu soo noqon doona insha allah taqadi yar kadib insha allah xaysi maan gelinayna dad kalaan rabnaa inay nagala qayb qaataan. aad iyo aad baad umahadsantiin meel foga tegin in koobshaa soo samaysay insha allah few minutes ka bacdi waa soo noqonayna. asalaamu calaykum. tacliinta caafimaadka wax badan intaas oo dhan soomaaliya ka maqayeen maxaad caawa fariin aad u diraysaa, maxaad safilaysaa inay noqon doonto dowladda cusub ee iman doonta, maxaad caawa barnaamij maxaad u sheegi lahayd baarlamaanka maanta jooga iyo wax doonanaya ama kuwa sare ha noqda ama qolka hoose ha noqda ama baarlamaanka caadiga ha noqda fariin sida ayaad u diri lahayd raggaa soomaaliyeed caawa halkaa jooga? bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa mahadsan tahay. waxaan marka hore salaamaa ummadda soomaali meel kastay joogaan shanta meelay u kala qaybsan yihiin. ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa nagu habsaday inaan maaragtay alla ka barino oo ilaahay toobada iyo tawfiiqda nagu soo celiyo ummadda soomaalina ay usoo noqoto magacii iyo mansabkii lagu yaqiinay. ilaahay baan ka baryayaa aamiin. waxaad isbarbar dhigtay ducaale sistamkan adduunweynaha ku taagan yahay oo demokrasiya ka kooban tahay oo shicibka loo dadaala oo maaragtay dadka maaragtay la daryeela oo infrastructure la sameyna ayadaba dheedheel kuma imaan. marka horta in la isbarbar dhigo rural society oo 40% adduunweynaha lasoo yaqaano primitive society ama patriarchal feudalism iyo muxuu ahay ilaa lagu gaaro hanti wadaagana inuu maarta geeyo communism wax la yiraahdo. marka yacnii ummadan aada arkayseen yurub waxay soo martay boqolaal sano dagaalaho keyna ka foolxun, waxay soo martay jaahiliye aada u foolxun oo keyna ka foolxun, waxay soo martay dagaalo ba-an ilaa ay markii dambe dagaaladii ay keeneen
إن ديمقراطية لا تسوء ومضي معرتي محوها اللي جوفر قليه نورش هذا اللي جود جي مركا كماكن لا دور بخلصنا أي شيء جيا أنا وحنا هاي سومالي وحنا هاي باسترال سوسايتي مركا رتو شغله نك وعلم بدن حتى ميجو كده شو شال كرسوكي مدي مركا وحنا وبهنا التاريخ ده هدا أن مره هنا وحي كميت بروسس oo maxal la adduunaha oo soo maray marka yaacni marka dhaxda ka qabsano oo aan rabno inaan tilaabsano lamid noqono dawladaha galbeedka de ma dhaceyso waxay maaneysa marka ina processka ad hor u soo marto sidii ayagu u mareen ina anaga on our own way anagu ka qaadanayna qibro dawladaha galbeedka waxay soo mareen ee chance-ka aan helayno iyo wadankeena ma aragtay qaninimada mariira hadaan halkaas aan ka dhaxgalo wadamo badan oo anaga la mid ah jira oo sida Ethiopia oo kale sida wadanka Kenya oo kale hadalkaysa inaysan burburusan ku dhacin inta badan maadaama anaga dad muslima nahay muddo badan aan wadamo aan jaanisnayna wadamada ku noolaano rag far badan oo maanta jeego wadankii wadamadan aqoon kala tageen in aan wali dhahno aanu daanu wali reer baadiyadana yaa wax la isbar bandhigi kara Ethiopia Soomaaliya ka aqoon badan ka dhaqaale badan haddana waxaan leeyahay barasho sax ah ama dad marka yacni settlement stabilization order oo adag bay leeyihiin anaga invece waxaana lagu sii deeyay inaan anaga kaligeen ismaamulno waa run dad badan oo mutacallimiin ah jiro wadanku wuxuu soo baray maartay waqtiyaalo oo maxay ahayd ee nabad ah laakiin anaga kuma dayan karno adiga visionka aad eegaysay inaan galbeedka maartay aan la sinaano ama dawladaha hadda fiiri galbeedka Afrika Ivory Coast iyo waxa hayn jiray Faransiiska hayn jiray Faransiiska naftiisana dumiyay marka yacni waxaan kaaga wadaa anaga nasiib darrada nagu dhacday waxay tahay siday wiilasha horteena u sheegeen taariikhii dagaalka ahaa iyo taariikhda colaadka ahaa Ethiopia marka anaga nala qabsanay isticmaalka dawlad xor bay ahayd maalintaas ayay ka qayb gashay 1884 maantana waxaa la maraa 2016 okay maxaa u dardaaran waqtiga uu nagu yahay waxa ay dardaaran waxa way marka Soomaaliya dhibaato badan bay soo martay waxay u baahan tahay hoggaan oo daacad ah waxay u baahan tahay maamul daacad ah oo ummadeeda ka fikireyso uma baahno dad inay u soo shaqo tagaan ay maartay ka lacagaystaan oo dantooda eegaan waxa ka mid ah afartii sano hadda soo dhaafnay waxa la yiri meedka ugu dambeeyay maxaa ka mid ah afartii sano soo dambeeyay dawladda oo madax ka yeeshay maxaa ahaay Xasan Sheekh wuxuu bixiyay lix qodob oo la yiraahdo new deal new dealkaas waxa ka mid ah one man one vote in la helo marka one man one vote la helo dad badan oo merit maarte leh oo wadanka xukumi karo oo aan lacag ku soo galeynin oo aan 4.5 maarte daba ordayna ayaa soo bixi lahaa waa lagu hungoobay waxaa la isku ogaay in 4.5 ka uu sanadkan maamulo 4.5 kan wuxuu teen aad ku noqday inuu soo xulo dad lacag lagu soo xulay oo ninkii wadaagsanaayo wadaniga ahaa oo aqoonta lahaa inaan maarta uu awood u helin lacag inuu iska bixiyo ama inuu iska bixin ama inuu maraalkiisa siinin inuu lacag bixiyo marka dad qowleysato oo aad u badan ayaa dawladda federaaliga kasoo buuxisay baarlamaanada iyo hoggaanka sare Soomaaliya hoggaan la'aan ba haysato ilaa waqtigii hadaan soo tiriyo dawladdii kacaanka waxaa la dhigi jiray waa dawlad military laakiin waxa ay ahayd dawlad military ummadeedana dhisayso maxay ahayd waa laga baqi jiray laakiin inta iyada ay qabatay heykalladii qabatay anaanu isku faahfaahinayna inaan kamid ahaan jiray ummada Soomaaliyeed dhinaca oo inta ay qabatay dawlad kale qabatay ma la way burbur baa yimid dagaal sokeeya dhacay muxuu ahaa influence xoog lehna lagu sameeyay waana la kala qaybiyay muxuu ahaa Ethiopia iyo Kenya wargad noo iman lehen ayaa noo timid marka yacni waxa waa structureada ama foundationka oo golaha siyaasadda ee Soomaaliya laga abuuraa haddeenan ahayn mid merit ku timiday
mid aan ku imaanin qabiil mid ma aragtay aqoonyahan ama qof garasho leh aqoonyahan ma aqrin wax bartay nin garasho leh hadaan lagu keenin dibkaas waan ku jireynaa maanta marka waxay taagantahay dhameey maanta marka waxay taagantahay anagoo u jeedna baarlamaankan inuu ku yimiday baarlamaanka dadban labada golobo ee ku yimiday oo shicibka Soomaali aanan soo dooran oo ku yimiday 4.5 oo ku yimiday dad la soo arursado lacag laga bixiyo liiri aniga ee vote haddana waxaan ugu baaqaynaa waxay tahay wali ayaga rajo ka qabnaa inay wadanka hagaajiyaan yaani Soomaali nimo islaan nimo inay maanta doortaan qofka aad isleeyeen ninkana wadanka xukumi doono waxa ogaataan maanta hadii labada goro isu tagay ay maanta isbeddel doonka loo baahan yahay in la keeno wajiga cusub iyo face cusub oo islaan iyo muxuu ahaay mutaalimiina hadii la waayo la soo celiyo waxay noqonaysaa baarlamaanka iyo kuwa la soo celiyo disaster Soomaaliya ayna ka kabsaneen aad iyo aad baa maasaa aan u dhiibna xamdi wada socotaa sidaan sheegayni 26 sano murugay iyo maaragtay tiiraanyil ay dadka Soomaalida soo martay sanad walba afartii sano mar la joogo ayaa waxa la leeyahay dawlad baa la idin dhisaa tii hadda ugu dambeysay waa midii hadda dhacday dhacday bishii 9aad laakiin wali iska ku tubeysa maxaad ka filaysaa maxaad baaq u dareysaa madaxda ama madaxweynaha la dooran doono ama ra'iisul wasaaraha la dooran doono inkastoo ummadaan rajaynayna ragga hore loo arkay inay dib u soo noqdaan la rajaynayo wajiga cusub oo isbedelkeena maxaad baaq u dareysaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta qodobo badan baa caawa laga hadlay laga dhawaajiyay oo runtii Soomaali hadaan u baahanahay inaan dib aan uga fiirsano maanta xaqiiq waxa ah inaan wada ogsoonahay oo qof kasta oo Soomaaliya ku qanacsan yahay in maanta dalku uu badbaado u baahan yahay dalka maanta waxa la yiri geeri ninkeeda dhibta maanta dhibta Soomaali haysata Soomaali ka jirta qof kasta oo Soomaaliya meel alle meel uu joogo bay ku taabanaysaa sababta ay tahay marka aad dalkaagi aad lahayn meel aad u noqotid marka dalkaagi maalin kasta dib ka soo dhacayso marka dalkaagi maalin kasta noqonaysid example-ka ugu xun oo de markii idaacadaha meel kasta laga sheego la yiraahdo sida ninkan la doortay Donald Trump dawladdu ugu horeeyay u diiday Soomaaliya ka mid ahayd dhibtaas oo dhan waxa keenay Soomaali ayada halkaas isgeysay waxa la yiri masar baa waxa geed la hadlo wixii hadii aan gabalkay kugu jiray ima gooyseen waxaan ku kormeereysanaynaa maanta oo dhan Ethiopia Kenya UN bla bla hadii ay rag Soomaaliya la jir lahayn nimankaas dalkeena waxba kama qabteen qofka gurigaaga anuu hadaan gurigaaga maanta joogo hadaan anuu ku tusay meesha dahabkaygu yaalo meesha qolkay hurdada suuligayga aan anigu ku tusin adigu ma garateen hotel hamig iska fadhiyaad ahaan lahayd nimankaasu iska daa in ay ogaadaan Soomaaliya arrimaheeda waxa ogaadeen qabiiladeena oo meelaha ugu hooseeya waxa ogaadeen sida aan qabiilada isugu dulaysano waxa ogaadeen deegaanadeena waxay ka sheekeynayaan dad waxyaala aan qofka Soomaaliga oo aan dalka aan aqoon badan u lahayn ka sheekeyn karaan bay ninkii wadanka asoo laga yaabo inuu bil wadanka joogo in fooyar uu ku yimid bil ama laba bil inuu Soomaali daraasad ka soo sameeyo baa wuxuu ka hadlayaa qabiilada Soomaali oo dhan buu ka sheekeynaya waxaasna keenay waa ragga Soomaaliyeed Soomaaliya dibta waxa uga bixilaadahay sababta ay tahay waxa la weesan yahay qofkii u mudnaa meesha qof kasta the right man for the right position baa la weesay alxamdulillah I'm proud inaan maanta aan halkaan tan soo fursan aan ku faana inaan Soomaali ahay Soomaalidu waa dad maskax furan waa dad mutaalimiina waa dad wax badan oo wax qabsanaya ku jiro oo talent ah laakiin dadka nooc ah maanta waa dadka gidaarada fadhiya ninkii caada qaatada ahaa kii maxaa dalaalka ahaa kii malaalka ahaa kii ciyaar suuq ahaa kii ahaa inuu maanta jeel ku jiro baa kuraasta dalkeena haya dalka nin kasta oo maanta kora wuxuu u koraa inuu lacag ka sameysto dalka dadka waa looga shaqeynaya waa laga shaqeysanaya dhibta maanta maxaa meesha nageysay waa taas baarlamaanka hadder degay waxa fool xumo ah hudheelkan la yiraahdo saxafi ku dhagan alxayaat la yiraahdo agtiisa naftiisa baa dawladaha ka mid ah carabta
نی کسته وحی کوش رجت حل بعنا دن حل بعنا دن وحی کو فرن آنیج دولت هبل بای وضعته بس آنیج سومالی بعنا دل که یه بعنا مثلی سیا آن او فرن دولت هبل بای وضعته تن هتی دولت هبل کوت میشه رو دیو لق نرایت بسیشید وحی وحاس او سمای ریا و دل کو فرن ریا یورک و قاریا سبب تایتهای وحی سوگیا العجر ومحها أما دبي يقولوا كارجتو أما تركيا كارجتو لكن به ما يضل كمان تنبت تعلق كسر مركب نده هدا وصل نقضه أهواني ده وصل نقضه تتكبر لما نينت ماشي جوجا ما أنت أرجو نبيه ما يو غلط بان الجو كاني سحب بان الجو كاني سهر بتيم كل ماذا ما أنت لكن وحن أقولها إنها تضل تتسو ماليه تهين ما أنت رجي سو مالي حريه وح هاي السدح يهتمون أو أسوأ إلا بحي oo qabiil kasta ku jira oo Soomaaliya waxay u diidiyeen dalkooda dibtahaysatay naf iyo maal ba u hureen waad maqashay markii talyaaniga la yiri nin hal geey nin kale ba ninki kale u dhintay yaani heer yaani aan ahayn dad isjecel oo maxaa isu xanuunsada oo hebel ba iga mudan ee dalkayga hama jiro in la isaga dhameyn jiray maanta baarlamaanka waxaan ka codsanaya oo ka dalbanaya oo aan ka bareya in ay maanta damiirka haddii ay damir yar bin aadan ku jirto damir Soomaali ma ku jirto in ilaahayna laga xishoodo maanta dalkaas ciidda ayaysa maanta ciidaas loo heeliyo maanta qabiil ha u heelin saawad meesha ku dhigaad aragtay aniga meesha u dhigaad aragtay qof kasta naga mid qabiil meesha uu dhigay iyo fulximada uu madaxsiye baan aragnay laakiin maanta waxa heelan nooga baahan waa ciidda alxamdulillah waxaan isnaa macdan wax ka saameysana maanta ciidda sidii calanka iyo tuuga iyo mallaalka uu ordayo inuu hantiyo sida aad uga badbaadin lahayd dadka baarlamaanka ku dagaala aad iyo aad u mahadsantaa aan u soo gudbiyay salaad su'aasha mid la mid ah inaan ku celinno marno si walaal uu ka dhawaajiyeen mar walba dad kale inay haysan laakiin reality-ga markii la fiiriyo haddan saare idin soo qaato inta badan Soomaalida saaras waan siya wadanka Eritrea la yiraahdo 1991 key 3 million baan hadda waxa leen 5 million 4 million baan ووضنك كلية أي أفريكا مركي ليكو مانت NGO آن لين إكو تشاد إني إسكو تشاد لنك سوماليغا هدو دونا يو إنو دوليا دريس كتبو يو هبا الله يسيو إنو غير باليسكي عليو هدو لنك سوماليغا دونا إنو عدان الماشي كينو وايا إنو مانت ولن تتكلو إيدين لبا تضو ميسنين محاسو قدر دار ملايد إدت كمانتا مسؤولين تا مقدشي جيوغا إلا صوت دورتي شعب صوت دورتي إلا فيلا بل إن إلهي دولة حماشو قصو صارو محط دردان ودرس طبعا انت ارين مارتي ادي اد او ادق وايه ادي ان كهضرنا نوانكا اما برلمانكا اما اقل كسر صوماليا او مانتو افرية ان اي موحينا تورتان ان دور شغاسي اي دورنا يان اي كوف فكران انو وحور بانك ايبت مهدو لبسبو عنو هاي qof kasto magaalada xamar jooga waa ogeyay in isbeddel loo baahan yahay la isbeddel waa la rabaa baarlamaanka intaan ka warhayeen isbeddelka in badan aad bay u rabaan waxa kale oo amarka aan ku dardaarmayaa meeshaan waxa jira isku xiran dowladnimada aan rabno waxa ku xiran waxyaalo badan ku heergaarsan qofka noqonaya dowladaas hoggaaminaya haduu madaxweyne yahay haduu wasaare yahay haduu wasiir yahay waxa ku xiran dadka shacabiga Soomaaliyeed oo meel kasta ka xun meel kasta laga ay meel la isu fiyeeyeen sidii daawo loogu heli lahaa sidii dadkaasi loo walaalayn lahaa yaani in qofka la hubraasado oo dalka ku soo duulo yaani waxa waa aragti oo aad u liidata asagoo markaa isku qancinaya anaga reer Hebel waxa ma qof reer Hebel raadinaya laakiin jabadii wada reeraha oo dalka yiriwa wada xoreenay reerahoodii ku dhamaadeen meel kale oo ay aadeen male marka u dambeysan jagad ka san reerkeedii ma dhibkeedii kula hartay way noqotay inay iyadu ay hostage ku haysato inay bantaqaana reerkaas maamusho walaha iyo waalidka inta yihiin baarlamaanadaas ku jira waxaan ku adkaynaynaa oo kula dardaarmaynaa qof mas-uuliyaddaas ka bixi kara in la keeno ama shakhsiyaad ka bixi kara in la keeno taasoo macnaheedu yahay qofkaas waa inuu Soomaali yahay waa inuu daacad yahay waa inuu tuug noqon oo xoolaha mudda qaadan waa inuu cadaalad suubiya dadka Soomaaliyeed u kala sokeynin waa inuusan koox gaar ah cid gaar ah marna uusan qofkaas u dooranayaa uusan mataqaanaa gacanta ugu jirin haddii kale hadduu koox wato uu noqdo si kastoo uu wanaagsan yahay ma wadi karo waxna ma wadi karayo saa daraaddeed
قلوب بين وكلاء يا دوية لدولة مدرس وحدوية لا بصماس غير لبرو وحدوية لا أيضا كي لبسو وحدوية لا بغالي ينوشي وحدوية لا بغلالك أما كمان كنا حبسين كوب برسيد لبلوس إلا وحاصل بوحي كحرين دحي وحدوية لا وكلاء نرانو فرقلين تشيشي من كان مرحبا هدو سن أقبلين فرقلين تشيشي وحلا بغالي كلاء مجرتو شعبي الصومالي هستا شعبي الصومالي أولينية فرقلين شيء قف كثيرا وقف وح شخصية رواينه كو يقف فرقلين أقلالي مرنا من نقون كرو قف دن صومالات كشقينا يوم من نقون كرو سياس درايديد وحرجينينا إن أي برلوان كاس إنه ناحلو وعن ضد إن بغنا كأغانا ضد بغنا في عنا كوشرة ضد بغنا صومالي لأميسنا كوشرة ضد بغنا إسبادل روا كوشرة مركا وحن رجينينا إن قفكنا عاصو أنت المعامين إن النغلو قفكنا الله حليه حسن كل شيء ما هو مغلسي سو عشان ويدينا المعركسي ولا لا محاكولة دردار ميسا ولا لا حس بسم الله الرحمن الرحيم دردار هيك قبلها سؤول مي مرين حمدية سؤول مي رحمه أنتي أنا سادو أكو درينا وأكو معناها وصيخ عنينا وحيتانتها إن عاد فضل الله حضره وانت عقلك اللو كاتش عقلك وحقروا بل عاد فضل الله حضره قفك الصومالي هو صومالي وهويدا صومالي وأبد كذا صومالي أربعة يوم وشاءها صومالي وذلك وهذا يصير معناها ابن أمك وجريس وكله وبنك موجيا هذا قبل أرب من ثلاثين سنة أو طول قبل أحد سياسك استعهم وهكذا جوري نجد من المسيح الفكري صومالي قبل أسرة سكيدا ممكن لي له صومالي أو ميشن هل ميشن هذا أو صومالي قبل كي ميشن من بكرة أنا محمد هلا فقريك أنا هذه بلاء أنا قر لا أنا ما تقول لا أنا أنا أروح لا أنا من بن وتس لان كان بمن كان كلامي مستجير بنيس يا أنت قاكل وقت بنيس وجعله سير موقعي بيا أنا جعله وحنا يا بني بن صومالي بركي أنت كسمالي هش سيري وسير ربان خد عن ملحتوني صومالي اللي يجيك أهلها بده يبرام نسر خاص الله صوب لما يستدك كسمالي جوي وحيتني وقسمايا لا يجيب الله مجرت وما من حجر جلات مسلاش إن جبلة صار جبلة خاص جبلة ما راح ديا وحلاه جبلة ما راح صومالي جبلة عنده ما راح صومالي صومالي عنده ما راح صومالي بنت ما راح ديا مجرت وكبيت ما نوب هي ورم صومالي ما إريتريا ما حد يا ما طريق ما له اللي كان وهي صومالية ذكر هذا من على بحيران جبهرين من على صومالية الحين SSDF SMM USC وكش لنا طريق الصوم أمدو ورياكشن كصومالي أو حكم كبير جدا اللي سبب عليه حكم كبير واقع دنا ويجي واقع دنا كان طريق في خوف أو فرقين سامي ليه لما يقدرها سامي ده لما يقدرها حكم كان واقع درا وحنا نسوق الله ده مرف ولا سوق الله أنا هذا رأيي منكم وهيستي سو ما أركن لكن هو سؤال منك أنا بقول ليه أبهر ويقلع سن وقت جل وإثنين بي ما حق بي هذا سؤال تما عدي هم سمايا هركان لو بحد بيسميان دمع مرة بحد بيسميان وقتن كار قاك عيتها له وقت الفدرال كوت وقت الله غير هيب الأكارة الدواء سمايا إلهي كعبسة سن دوني مني الشرف كونا كونا ميدو هذا إلهي لقى عبسة وقت كار لقى عبسة ملحة وكنا سوى وراك شيء أم يا مصلح أم يا مسجد إلهي أبو تاسير كذي والمفسد كواد أرتان إسكدب لها لك إصلاح أتكم ملايين السان يقدرك مسؤولي دا أكم ملايين السان إذاك أسليديه وحدي هجاجين كران وحدي هجاجين كران تهجل كأهل إلهي نصو سهل أدي أدو المازلتا وانجعلان داودا الشينا خسين هسي الشي البرامت كوغل قبا كبزا ومن جدو قدما نقجنا حمدي لنا عوصو نغراء حمدي كولي إلهي لبدي كوني عفرتي صومالي وحبي سوحي لنيسي أما ودمج درس كان لغوصة سميه ما أنتو حرار كينا إن وحالي أفكس كأي أي ذاتك كم غانتا especially وحان لاضي إن ذاتك غربة جوكتا ودنك يكون أخونا يو كتغي rule of law ودمالي محاو ديدي ذاتك كتغي ودن كانا وخبا إني ربنا لنا نرجوك إني صمالي ما تكون غاني especially مغدشو إيو حتى باري يجوغان وقوي يجوغان قبل بدح يجوغان قلبات كلا يجوغان محا أودي ذي مانتا إن أي بالمال اسمنا داورني يوم قبقينا يوم قبقينا نوال بحدو شيقيا يا صوماليا مانتا لقبقى نوال مانتا حوت المانويا يا لقبقى الدولة نوال صوماليا محا لوشيق لايه والله أخرت تاسوحة وحي سببه تهي دادك وضبحة يا نفتو باندد وضواناك سنة حين
كل أربع حياة لغيرة رأينا إنترس شخصية أما إنه شغل صهره أما إنه إنشئ أما مشروع كصهره بي وبريهين ذاتك وحجرنا يي أو ذاتك قدر غنا يي منك سوى مشغول سيه هل كان وحن جعلان لها ما دام أي سلاد إيو حسن حيلة إيو دمريان إيو أدقوا كلا إيو بل إنا هرت أبوك يونتي باجرة واحد جرى مثلا تختار هذا يونتي بليهين أورو بليهين أورو راجرة ذاتك وناكسر أو إسبدل دونك الصحبة هرت إنا أورو انتي لسميو قبيانات كفو ورمانتي اللي يراهدو بدبادقهم بدبادق قولك هويو إن أنا انتان سميسونو أنا أراكم نقوم براشر جروب مرايكنكا مرحوالي سيكا ستاو سميو الوحي جرا جروب محوها أما سيناتورا أما جروب فقبياتيرا أو براشر جرايو بلوداسو كواس وحي أنسحين ما أنسحينكا ما أنسحين دادك متعلمين تاة أو لغو أرتوه ما يعلم دا إي خبرات دا دوده وركسو الشقيهي او مانتي حنون سنية او حنون سنية اني دالكودي اي اركان سنو مالين احا والغي ابا اني قلبك جرت سنو محاولانك حسن حيلا شادي لكن قلت كاسو انليست وحن درجان لهين محاولان مقعبا لهين باس بوربان لهين قصير او دعوي اروير امارات كي يدعا كاي ميقشي كينا just for سنو او شادي عقل يان عاو لها وحن نهان لينا بنير كان لها لينا قلبي يان لها لينا ودمات وقت الصومالي مسكح صومالي مسكح يرو فيزم وحوي وحي كجرتا وكولي كجرتا وكومي سنتا وحي وحقرني ودي سنتا انا ير با واحد علي قبر واحد قسو دا اتوبيا وقاتشك جرتو بلا بلا سبح دي بركي سكول كتير وحي تري ما انت بيت بدتكي لو دنبا اركيو صومالي وقاتشك تيهن قبر بي وحنا أردنا أد محاها أو أفتقابانو أن دلعن وان استاقي قبر بي وان دينا وحن كرد لغي لسمانه الحمداء وصال قدشة قبر بي ويجي وان اللي هو خوري قف عدنا وان قرانا يسا وحنا يري سكولكا والاقان ساريا وانا محاها خلاص امتحان قلي ما يسانتك اللهم حلسسيات برها جوغي وقت يسابه بها علم مدي أن محاها ودن كان لغسو كسو عربي والدين تغسو عربي إلا أن دويد اللغاتين ودك تورنا بهانس موحيد وانا ارتوح نكور مع الود هالباد إله يشيد بني مرحوينها السفارة دامان ومرحوينها قراعية واحد علي واحد اللي يري يعني غلود علي ما كاريشي كان واحد اللي سكول كيف القسو عشو صارت دي حق الله وشو دي أمنتي دويد سياسة بقرسة سياسة ما قال مكا وحن هاي قراس كسدحات بانا وسيدي اللي بداي يا أمر كيسما مين الدغالة بدعين ودوتنك لك العرى 91 كيبا نوما لين مسا 92 بهدنا إلا يقفو حنا هاي أبرتي صومالي أو دفاع أبرتي بهدنا أمنت يوكل ميتها لي بوتري بوتر أرغطي وخدري مركان كدري باوح اللي يرهيه وفكر يوحن إري بالمانت مرحولي يستيد دلك نوا قحوتي الحال ده عربت أبو الهجب دوتا وفر استوى قوي أبوه سنة كاس امتحان كي هو مسجري وان واي وحوي ما انجلين صورت كان ترى واحد واحد صور واحدة بيرد في الدور الآن بيداتها مركز من عبار الحين ولا جاب بقي مركز بوانكا ببني امتحان كي هدي ما أنت دورت السياد برا الله ونحرس هدي جري هيد بعيدا ورب عن الحين ايضا ابوه كوتر سنب عن الحين يعني واحد الحين بدو حق marka hadii aan tarabo in aan caruurteenu ay sidaas u maanta wax oo waxaan ooyaan caadi ah banu maanta saa waxaan bisaa garay in aan ka noqdo number of qofkii qof Soomaaliye sidii ahayd ku soo celsa ama ka wanaagsan dagaalka aan maalinta bilaabay waxaan maleenayaa wax yarnaan ma raasan ha illa marka waxa taagana kariga gashtay maanta inta darb wala fariistay aan ooyay oo dhinac kasta eegay aan dowlad u dacwoodo jirin dal aan u qaybi jirin baanu han arkay dawladdu aniga aabaha qofka haysta iyo cid kale haysta inay shaqo jiraa aniga dafte ina anigu yiraahdo u baahan ina isu yidiyo waxay noqotay in dalka loo gudiyo marka qof kasto waxaan ku dhigilaa dalkaaga haa sida aad ugu shaqayn lahayd oo aad ugu noqon lahayd wax ka shaqay adiga oo asanta balmaray aan u dhiibnay yadan insha Allah intii aan hadda weydiiyo kala baan ku weydiinaya sidii xamdi ka sheekeynayso dhamaanteen shanteen meesha fadhiyo leemid waa soo aragnay dadnimada waa soo aragnay dameerku waa soo aragnay inaga dambe inagu jirtaa keliya maaha anigu aadan ma aaminsani in dadka madaxda ee dameer raxmadu ay ka muuqata annagoo dhan as a society maanta markii la fiiriyo culimada ku dar dadka mutacalimiinta ku dar dadka qurbaha jooga ku dar in bulshadii soomaalida reaction wax loo lagalaya marka adow aanan garanayn baa nin walba sheegaya
عدو اسمه الصومالي بارونتي هو قبيل إيه قبيالت بس هذا كلا حوج النوايست محادثة تاي أمس من ذي يقول مزوجنا محادثة أولا من كان مارك تي وعاوق عن تقوي بأشي وتمورا قفل من ملاي إحنا بس صار بسم الله الرحمن الرحيم وحير بن رضا تاريخ إنا شهيقو و تاريخ ستة إيه نقصه هقامي دونتو هيك عن مانت جوغنو سمالي تاريخ دي مرش ورامي الشهيقين إنا قوود إهان من إيست أفريكا معرتي وهو وينين أنا وعن هسوستا هو يودي 1974 محمس يبرا أفريكان يونيتي برسدنت وها وحنا نقول مرتي مرتي قلي إيش سوماليا يعني وحنا هنا وضد فلورشن تعليلا وبلالي أيان هنا وحنا كنت وحواي وحنا نقول تهيل الدقل تهي يدول من نبي يمحل بها شيء معاكي يسومال من نبي يلا قبيل أجرته قبيل كان من موقن وحنا نقول ما تبنيها وحنا وضيرا وضن كان يبسطي برهان لقدتي انتا لببحي اتوبيا اللو تلسو كان عمارتي محوها هاي مدهوينا اتوبيا قدولو يعني حدان ايه التاريخ شاغو لبب تاريخ الولد صومالي كبحيني yesterday and today لبب تاريخ الولد كبحينا وحي اهدي 1970 دولدي توردي صومالي هذا هو قامنا محمس يدبرهو وحي كبير رتي ودنك هو انا يرات ستيت اوف امريكا الى كبح سوادنك فاشي ملايكا وحاك الجرى التاريخ بالبعض الولد اليومين امريكا نوسو دوش دبالة الوقاضي مساكين دي صومالي وعيدين هو قامنا ببلاك هول والتقانين يعني أردن كان سهل وحي كانتي إن صومالي لنا كان ياعو إلى الورور لأوتاليان أيا مارتين هو هي كانتي مكا التاريخ سمايري واجران أنا بدل ما أماني ورنوردي يدلانكي سكري ومقدوش وكبعي لكن هو تاريخ أنا كبحيني ممكن يعني وحل موبا هلهي داد قرشبه هكتي دولو بي صومالي إيكا عالك إيكا عالك إيكا عالك هاريني هلاشني واتهين ودولو بي إخابي دلالي كقابين ما تلحن مقلولا مالي غربو ما شعر على قتيه مرحوية عن إتوبيا تهيه وعيري كيلو كشنابنا مهو هاي وإتوبيا بلا إتوبيا وعيري 74 إلا قرب على مئهن وعب عرك إنسان ما من قبل أدولا إيه مرحوية ليه وغوية الدولة ما كان يعني تفولتك صوماني دالي شلي يونايتد نيشن وهو هاي محل نبيه مانوسي 1993 دغالكي وهو هاي جبهات يو اس اي سبونسي اي امريكا كو اريبي يا الا اي ام بي اي بابان حتى اي صدر اي يعني وحي روح دوبي اي هذه مركب دبل تبي ابا سميسن كرتو ريليشن كان ادا ابوران كرتو ومدو سومالي مركو حا سوغو درسنتي دولد لان فور سم تايم وحا سوغو درسنتي باهي كاجو وحا سوغو درسنتي كريلي او سومالي ايادا مدبدو ودا بعان مركا السؤال لبدينا وحا لبان ضد نيستو مركا وحا بعد برلمان لبان اي انترفرنس كان لبو شابعي ولله المانت اتوبيا يردبان لدي محو هاي لبدا اقل هنجبيسو وحا لبا عن سوي سبيني إلا أن نقول القرب جبت أنا بشأن تاريخ أسلين إلا القرب جبت أن نقول لي لكن حال لبا هي هي وحال لبا هي الريفولوشن ومدى الصومالية الصومالية لماذا قرنسو إلا القبيلة لبا كبحنا هي مانو القبلة دي بان إيو وحلاك مانو القبلة دي حال قبيل كسب أسجا ما سعونيسو مانو القبلة دي ومارت لبحرني ما سعونيسو مانو القبلة دي مانت أدولة أبو دبي وآلنا كبر قبيل دولتي دولتي بحقيقية دولتي هي أوتونومية رجلان لسين أرتين وكان ساروا إلا سوى دور تبدأ معرتي أخرى النفطوضة ما أنت الحمد لله برنامان كانوا عن ديك لنا قدومية محوها أقل كساري ومن محلها مدينة عبد حاشي أن ما أنت سوماليا بكوها لينكرا يعني وإلا الجاج من كابد حينكرا وإلا الجاج من كابد حينكرا مركب واحد وي ومد سوماليا إذا هكا أسبكتي كي ما بحن نقضنه مغرت الدولد وبدا يرى لبيك الصومالي واسحر سوا محاكمتي محاكم البيت لكن محاكمتي مارت المركي الجبيل إيه قولي الدلال انت ودي دي اتوبي الى صوبران يبقى نفتوري وحي سمين هيستوري الهيستوري وهيل وريغو بيل وريغو الهيل مغبح عليهم
ولا شيغا ولا شيغا برسمات سياد أمريكا ولا شيغا عيدين أمريكا وقود وين ما كان قود أسوين هدان إريني ما تغنى أن أمريكا كليا استاغنو أو أن إسكتبع في إثيوبيا إيا كيلو سفقوري أو أن محوة هاي مدونو وحبوضة غنو فابلسو إثيوبيا لغير جميلة مدونو من يوليس that's why مانتا إيا قبرة إيا مماكا كانوا إثيوبيا إيا هنجبا إيان حلقبا مدينة وحي رتا إلا بقول دولي الأوكرا بحنو وحي رتا إلا نغير أمريكا بحنونا دغالنو سي آي لسومالي بيهر إيا واش تكتاي إيا مردن بأسود هلن تا أمريكا سوئلين كرنو سومالي إن أمريكا النفتكو سوئلين كرنو وحن قوت سنة حلقبا أمريكا برلمان كمانتا موجوهو إلاها إذين كاني ماشا إذين كان جوكتان سومالي هلا بدباديو ومغا إذن هلا وصم إيو أنا بتاسا نكو دردار ميا حسنا قوي دان كجنا شرف بان برادين أنا فلقين سيدي بان شرفت كوي لكرنا تكونوا انتاسا ويدون والاس إن شاء الله شرف سيدي كوي لكرنا شرفتي نوشة كينيس كل يوم وصوارك تاسا مبان شرفتي يهورت عزيز إله باشا يعني إله أمبا ماركنو يذن من يشاء أيضا قد يعز من يشاء صح دمور أن أنك أن نوح أنها أن تأمن أن أمنوا إله إن أضويس أنها أن أمن سنو أن أمنوا وحيب إله نكربون قان نهم ماذا ووح إله أودك مسلمين تحديكو كالتغى أن نوع فيني وهل أمت بل صنادي كلمة هي وحا لا إله إلا الله ميدوا وحال أمت أنه صنادي هذا الجملة نهم ماذا قف كستو صنادي إله كدونه يعني نقول إن يواتنمر إن سومالي إن أساس وحكر قيدي وحبي أساس جن فورا كرمان تمشي وسومالي أساس سكيرة وحنا يبا ودنا اللي سوجيني فدرالك أو كمدي سوريا ما لحدي يجيب بدل ما هو يجيبين سوريا فورا لقديم ماي وكمل أولي يجيبينها بسال الأسد كل أجنبها كسر يجيبينها يجيبين سومالي وكسو انسو كلا قبصري دبا تكسو انسو مرض قاد ان لو بحمن الى هنا قاعد في لكن ما سبدين اما اي داتا اما انا هريت اما ريت اما تيتا سو بل ما فن كسو من يلا كلا قيد ما مشاكل كلا دحدين دك برلمان كو ولا حد دك برلمان ان كو انتي نبدان لحماي ان بينو في ان ان كو جرتو سو ما ما دام ليش اجت انت ما انت ابيك هب ليش جوي وقف بوقرتك حتى اكنت من الى سوق هذا في ودي بنت الصومالي وحيت وانا كنت تاجرين وانا كنت تاجرين لا ما كنت تاجرين نفسي اذا ما صنعنا شركه ديالنا ربنا قادر ان شاء الله تعريف على المسؤول ابسل الدواد ولا شيغي بلدك وركو كبره ولا لا ولا شيغي حسن ولا شيغي وحن بان لنا هي ولا برلمانك ugu aanka shakhsiga dalka kale ee hoggaaminaya waxaanu noqdo inay soo saaraan madaxa waxaan kula dalbarnaynaa in ay waxaan kula dalbarnaynaa inay waartay danta guud ee heliyaan in Soomaaliya heliyaan in dhibaatooyinka faraha badan oo jira si laga baxo ay heliyaan waxay raba heli karaan inay keenaan qof Soomaaliya oo daacada oo hawsha madaxweynaha qabta معها الهوشة عدهت مربلها اللي هوشة الوزارة معها هوشة الوزارة الوزارة غلط دولة لان هوشة مدحوينه وقامتها كارنتي سأمينك غلط لها وصومالي لها وهده يدي الوزارة كده صومالي ونوحيني لها ونوحيني الوزارة درقارة مدلق مارتي أجنبي وطح ونوحيني لهين إلا نوحيشان أيام متغنى إذكا عطسانينا وحايد رجالينا إلا ظهر مري يقول لكارو وما سنتين سؤالشان والسؤال هذا خطرة وكل جين حرجين عضو فلسطين لا إلا تنسوا أي نسبرين دولتي أنا قد مني تذكرنا الدمية فجرا بعين بري أنا قد عندي أنا قد مني ما أنت سيد وحدتك الرجينا يعني مدعينا الرجينا هدي اللي هو هدي رجع رؤوس النقدان مش أول بعون جري شعبك الصومالي ما حيص ما أنت وران ما عمد شخص أبي اللي يدينا وأرين سؤاله تلا إلين دتك وحدي دونا إنه قد ما حد دونا الدولة اللي متشا aynu ka dambeyno oo aynu sharafno oo aynu maalkeenu nafteenu horno hadeen ninka weyno ninka aynu doonno deynno wax iyo 20 sano haaf qarni aynu ku jirno maxaa maanta in la gudbo hadeen shacab Soomaaliyeed ayna shacabkeena ka wad midna anigu waxa la tahay dhinac wanaagsan kaliya ka istaagno in la weynayo
يعني حسابته كدرسني لا يعني قرتشين وحنا لا وحنا قرتشين إن بدك هلك هذا برلون في جوجل دب أنا فرق ودك مش شيء دب أدي هناك صنف في عنا كذبح لا وحنا قرتشين قفكي ومدة عن وانا قوم قاعد لا إنه 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 مارت إلهي وعنتو لما أذكر وكسره وفي أنت أسكت بحسن والله إله كين وقتي أنا كل هذا دونه أجل وسؤال شغل من وواكه شباط إلى روح في عن ما إلى كم لون إنه يصير في عيل إنه ما يروح لكن وده مرة عن تجيني أنا بقرأ اللي بروح لعيا وإلى سبحانه وتعالى وأجيه هذا نحكي كجار علمي من الرأي بروح داعي شيء بكو حلا بريديشن وشيء برو صادر لنا هدين سيد إيوه مسجد اللي بروح فلنا أو هل كان خوف كي هل كان ما ينكاب علينا بس أكشن سيد ولا الله ترى هذا بكده وتشوفه ترى وحان وان أرجل وح لب يا سيد الدنيا دلوا ريفولوشن بكا أنت ريفولوشن أما إذا كم أسرق كبير وكذا سيد الصومالي كذا عضو كذا مركا حب الحيط الدول بدون أهل الأنطة بل أنت صار أنت أن هذا هذا سيستم حني ماذا يملح ويمحن هذا ماذا إيه سيستم سيد بريدي خارج قب قبسي برام من السرقي وزوجاري وقت كله بو أما دولة الش أنت صوفا قلشان هي كسر ترى حمرة إمارة أما كمبارة أما نيروبي أما إتسالا اللي جينا معناه كان من غيرنا هذي مشاكل كمان وأنا بدي أقوله يعني من قبل قالك أنا بدي توني حسوتي لما بيلد أو كده قال ما لا بيلد لا واحد ما بيمد توني ساس وأنا يعني حسوتي وزاد أنا بدي أبني أنا قال كمان لك وحبا جرف أنت صنع الوقت شنو طعم وحكوا ترى قشة قف كي ماشي بعدو عن سيدا لو بهيها بقول كي بقول كي منا بقول كي أفرج كبر أنا سمين صنع لك ديمس dad wax garan oo ilaahay oo dalka inuu ku badbaadiyo baarlamaanka sidoo kale ka sharaa ku jira maanta uu aad waxaan ugu bay maxamed abdi xaashi iyo maxamed abdi yusuf kum ahanti wax badan oo isfaga oo dhawn u yihiin ka hadlay inagii rag badan isbedel doon ha bariha mushiga isbedel doon ka isbedel ka faraan ilaahay mid khayr ka dhigo amiin marka waxaan sidii wax dheer ninkii kale sheena isbuur inuu ku ciyaarayo Soomaal deeri laba aadiyad alxamdulillaah ayaan soo wareejinaya in badan ayaan qaadanay laakiin mid runtii laga hadlay baa jira oo ah in bulshada Soomaalidu ay runtii silac ku jirto khaasatan Muqdisho sifa aan baan u kala aqaan meesha sidii koosteeda ilaa 300 kun oo dad ay joogaan laba kun iyo shan boqol qaxooti okay beerta darawishta okay guulahaan Muqdisho ama halkaa noqoto meelo kale aan joogin ilaa 300 kun oo madaxda Soomaalida ugu yeela barakacyaal wadad Soomaali anoo kale barakacoo la idhin kara dan ingiriiski baado laakiin anigoo Soomaali in barakaca la yiraahdo in everywhere any area oo madaxa joogan in qofka Soomaali barakaca la yiraahdo waana daryeel waxaan barnaamij ka daawaday home cable وخوي الصوماليات أي نفط سيدا الله ذاي ووح عنتا إلا ذاي وأنا ما رحت الصومالي الكاتين يقول بيش يصدحكم يتماشاد يعنتا يكجران مو ما لين سا ما رحنا هاد مشكال ليس رجعنا إني شعب كارد دهنا واي دول دهنا نبي على جوج ولا لا يدري يعني نقول متلين إركا أو 1991 كبرتي ودك كبرتي والله هنا نبي دي شجرين سيدا إنجليز كابون كودو بسيا الرزق من شوا قبيل مكر الدكان من كوا لوذلية ما راح تني مدوا لوذلية من الحين جيتكم مرايا أنا من دوا عنك صارك أو تعالى مركا وتي سياد برا عنك صارك نوكا الوقت يسي وسياد برا نوكا مريجري مركا عدالة درجة عن بقان أو ملاحظ صار مال الكاملين خاصة المجال هذا مقدش هي تدب هي مرا أبارة كجيران ليس مهين يعني دول من الصومالية حتى دب دولت سحرين بغتو إن 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 إله سبحانه وتعالى ودب دب رجع ليش جونا إيه باورتي كصعاني قوية السنة عن تضي هنا يوم إيه بتشيل الصوم على الباب أي سنة هذه وعفنا ذي نيسن نيسن هادو عند أركي متكم إذا محارة محارة الجري رجع سوقان تري يس أبوه الذي إن أي سل أيام وخاركون إيه ما لا جونا ما تدري لين مركا
dhibaatada iyaga ah oo maaragtay shacabku ay sidaa dul ugu jira ma umaleeyaa dawladdana hadda dhalan doonta inay shacabku focus saari doonto oo inta badan madaxdu ay ka hadleen security ka hadlaa arintaas ay kula tahay waan horta waan mahadsantahay waxay waxa ay dhibtay project aad u weyn oo gees badan laakiin baan mid ku soo noqotay oo walaalka xasan xayla sheegay dowlad xumadan sheegay waxaan ka wadaa waqtigii siyaad barre allahuna xasan dowladdu hay waan ka cabay jirnay dowlad xun baa lagu sheegay jiray hadda waxa meesha jooga nimankani waa dallaaliin dowlad maaha wixii maxan meesha jooga kan hadda jooga kuwii tagay dallaaliin weeye sababtay tahay dalka sida loo gato maanta milkeenu inay in baddeena gorgortan gasho madaxweyne iyo maxaa wasiiro maanta laleeyahay xukun bay ordayaan baa ka dambeeyey marka laguma tilmaami karo qofkaas madaxweyne wuxuu ahaa dallaal kan haddaar jooga dhibta uu soo sameeyey waa ka warhaynaa lama bixi karo waa madaxweyne waa dallaal marka anigoo dadka noocaasa kama hadlin waxaan ka hadlay dowladdii awoodda lahayd oo ciidanka lahayd oo dadku ka baqaya ciidanka taasaa ka hadlay tan aad sheegtay dadkan qaxootiga jooga madaxtooyada dhinaceeda aniga waxaan tegay waqtigii shariif baan tegay oo weliba waxaan ku yiri markuu haystay shariif waxaan ku yiri shariif madaxweyne waxaa kugu ceeb ah baan idhi inaad subax kasta ka soo hoos kacdid meel intaas oo kun oo qaxooti ah ku hoos joogaan aniga intaan aruuriyay khayr allah siiyey gabdhaha walaalahay waqtigaa edmonton aan wax ka bari jiray intaan dhibida markaan arka wixii dhacay jaaratiyo iyo sadaqooyar anugu meelaha ka aruuriyay waxaan anigu ka nafteyda ka bixiyey anaa qaaday gacanteyda ugu soo qalbiyey meeshaas waxaa lagu tegay naag umul ah oo la yiri saddex ilmood ee dhashay way dhinteen waa madaxtooyada hoosteeda waxaa kaloo joogtay ilmo yar la yiri hooyadii saddex beri ka hor bay gaajo dhimatay hadde madaxtooyada uye marka ragga noocaasa ay fiil shayin inaan kugu sheego madaxweyne ragba inaan kugu sheego maxaan kugulama sheegi karin maanta haddana aad usoo ordeen inaad madaxweyne noqotin ilaahay laga xusho ilaah laga boqo haddaan usoo noqdo arinta maxaad ka filanaysaa dadka soo socda ninkii aan ugu talagelin inuu ummadda maanta dhibta haysata ka qaado hasoo istaagin ha isceebeen ana ka hadlacaymin mid kalena waxaan ula dardaarmi gabdhaha soomaaliyeed kenya marka ay dhibta ka dhacday prime ministerka naagtiisa u horeysay odayaasha xaafada guryaha loo diina soo seexdaan gabar kastoo soomaaliya maanta waxaa baaba-aya waa ininka waa dumarka waxaa dhibtoonaya waa caruurteeni waxa wax la dilayo oo maxuu ahaa wax kharibayna waa raggii haddii maantay dhacdo ilaahay ma keeno dowlad xun baarlamaanka lagu doorto inay gabdhaha soomaali ay muujiyaan dhulka waxaa la yihahdaa motherland dhulkii hooyada baa la yihahdaa inaan ka dhiidhino oon gabar dambe oo soomaali ah inay uurna yeelan nin dambena maxaa xaafada soo gelin sababta ay tahay waxa weeye cashir buu noqonaysaa markuu qofku dhibta asaga uu dareemo action buu ka muujinayaa marka gabdhaha soomaaliyeed inaan dhiidhino oo aan ka dhiidhino maanta dhibta haysata dalkeenna nin kasta oo soomaaliya oo muxuu ahaa xukun doonaya na inuu ogaado in lala xisaabtamayo xag rabbina xisaab baa kuu taala xag adduuna xisaab baa ku taala nin kastana ogow laxod yar baa lagugu leexinayaa xoolahana aruurinaysid adigu calfad maysid muxuu ahaa kuwaaguna calfad maayaan aakhiro iyo adduun khisi iyo muxuu ahaa waxa sharaf darro iyo magac xumo baa kaa raacaysa maradaada oo nadiif ah waxaana dhihi lahaa dadka soomaaliyeed madaxdii hore oo madax kusheegii dalka haystay dadkii ka tegay in xisaabtooda dib loogu noqdo ayakana maxkamada heeg la wada geeyo waa mahadsantii amriga waa midki daqada ugu dambeysa waa laga hadlay intii aan walaalo weydiiyey dadkan ka hadlayna shacabka bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan soomaali ku mahadmahdaa hal xalaal ahaa maaragtay nirig xalaal dhasho siduu salaad uga dhawaajiyey annaga dhanna aan wada sheegnay ku qabati qadir alla dadka maanta golaha shacbiga iyo golaha sare soo galay dadku yimidi maaragtay merit maah in badan way ku yimideen muxuu ahay laakiin waxaan filaynaa oldoo sidaan u sheegay iyagoona maaragtay ku imaanin oo weli aan marayna broceski 4.5 inay damiir yeeshaan sababtoo ahaan uu leeyahay inay damiir yeeshaan waddanka wuxuu marayo aniga waddanka waa ka imiday IDP-ga oo xamar degan muxuu ahay internal maarata displaced people oo golaha ummadda ka soo bilowdo
دولد ايمانو البقر مريسة بابو حوضتو اينا اركي من سوري دسارن بدكا اني تاي مرأي دي سوماليا اني تاي ودن كراس كان بولا لقب اللابو إلا سومالي لان أبار باكو باستي إقاب حب أقربي أيانا هاي ستا مركا هرت حولا يدبي واسعودان أنا ما قلنا يعيد الله حكومة دونو مركا أمد سومالي لان توحي تيغن تاي كلان ملتسكي وحي أباهن تاي بباد قران وحان استرولي أو كاوت سنينا ومدى باهرة الشيء وأبارة الشيء وهذا وحن مقليني وبيلي حتى إتوبيا حيرتي مقرتي وحن بإتوبيا له وحن حن بحاوائز كانه وحن بإتوبيا سميسو أنا من أكمل فقال من هو أسيس الله مرع بينا وحن كأت سنايا لبو أرهنبو ومديني هوس أفيريان دادك يمتلاه وأيغا دادك كواس دمانايا وادادك يمرحض وهايين ومدين أي كفلايين إني عافيمات iy taaliin iyo muxuu ahaay all service oo umada la siiyo meeshii laga siin lahay waxa lagu dayacay abaar abaartan hadii hal sano la arko almiyo anaba la taabtay weli joogaysa muxuu ahaay qariin maxaa gariinkiina waa la jaray oo bixiya laga dhigay wadanka deserto noqday hadii la ogyahay dawlad caadil haday joogto 4 sano dowlad caadi ma umadeeda ka fikiraysa intii saddex prime minister iyo dagaal iyo kaamka ka ayna lagu dhameystay 4 sano way qabi kartay ceelo iyo baraakado oo sanadka dambe abaarta labaad maartay ay dadka kaga samata baxaan marka meesha maxaa ka cad dowladan 4 sano joogtay iyo kuu kooray ama artay dowladda awooddiisa dowladnimo ku maamulay inaana umad wax u tarinay ayna naftooda iyo noloshooda u tareen waxaan marka ka codsana goodwill in dadka baarlamaanka joogo ay doortaan oo mas'uuliyadda saaraan nin caadil ah oo umada matali karo waxaan ka sii dardaarmayaa maanta waxaan ila qoondada haweenka sida amta sheegtay qoondada haweenka 30% baarlamaanka 24 ah ku jirto waxaan maleynayaa ilaa 80 inay gaarayaan mas'uuliyadda aan ka arkaa gabdho yaryar oo badan oo wada xijaaban marka qofka hadduu sunnad rasuulka muuqato it means inuu ilaahayna ka cabsanaa gabdhaha haddii 80 waxaan idinka codsanaa gabdhaha soomaali inaad iska ilaalisaan danni inaad aakhira iska ilaalisaan inaad iimaan caadil maartay aad doorataan inaad waddanka u kacdaan meesha waxa u tagteen maaha inaad ku lacagaysataan waxaa u tagteen ummadda inaad service kooda siisaan marka waxaan leeha gabdha idinka bilaaba tilaabta ilaa gabadha walaashiga ay ku kumayso waa mid aad u kulamay sabax gartamaa midii taaliinaanta ama la reeb garayna waa mid aad u kulamay u kaca horumarka dalka asalaamu calaykum raxmatullah aad iyo aad mahadsantiin akhyaaray barnaamijka runtii oo waqtigeena soo bilownay intaadan kusoo gabagabeynaynaa xamdi saara xayle maryama le maryam xayle iyo walaal salaad intaba aad baan u imaadinayaa idinkana daawanaysa waan jeclaan lahayn maaragtay barnaamijkan aan la qaybsataanaa si heshe caawa suurtagal nooma dardaaran ku guudaan waxa weeye shacabka soomaalida wax weli indhaha ku fiiqayaan dadka ay isleeyihiin waxbay ka qaban karaan dhibaatadu hadday noqon lahayd noloshooda guud oo ijtimaaciga dowladda dhexe soomaalida markay jirtay ma aysan jirin wax la yidhaahdo IDB maanta qofka soomaaliga lagu leeyahay IDB keliya keliya maa muqdisho meelo badan oo soomaaliya ka jirta waxaan idaa ka rajaynaa insha allah in amiir caadil oo dadka soomaalida oo qalbigiisa iyo maskaxdiisa ay nooshahay dareen islaamnimo le dareen wadiyan le inay gacanta ilaahay u geliyo waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala in dadka soomaalida laftigooda ay noqdaan kuwa qulubtooda noolaato weliba dadka lacagta leh inay waqtiyada dhibaatada jirta inay dadka wax u qabtaan amaan noqdaan xataa dadka maaragtay takhaatiirta soomaaliya joogta inay bulshada wax u qabtaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayn dhammaan intiina daawanaysa insha allah habeen dambe ayaan soo noqono aniga caawa barnaamijkan iyo saal baa idin diyaarinay barnaamijku waxaa barnaamij aan doonayn in dadka soomaalida ku wacyigelin wuuna sii socon doonaa khayr aad iyo aad baan umahadsantii dhammaantii waan soo weynana idinkana waxaan leeyahay habeen wanaagsan intaan diba kulmi doono waxaad ka tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo mahad celinaynaa farsamo yaqaankayga oo gadaal fadhiyay maxamed cali runtii aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa sidaad caawa oo dhan aad barnaamijkan inta aan diba kulmi doono anigoo ducaala waxaad leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Bari wa kumar